بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بداية زملائي الأعزاء، إخواني الطلاب في كل مكان تشاهدوننا، بداية نعتذر عن هذا الخلل الفني في التأخير عن بداية المحاضرة. تقريبا إلا 3 ساعات ونص، بنحاول أنا والدكتور أحمد نظبط أمور البث المباشر، لأنه بصراحة يعني زمان ما استخدمت البث المباشر، فاكتشفنا انه الاكونت الشخصي تبعي محظور من المشاركه المباشره، ما بعرفش، مع انه شكله كيوت يعني شويه وما بخوف يعني، فما بعرف ليش البث المباشر واقف من عندي. فطبعا اذا امورك مش ماشيه في الحياه هتلاقي اكيد في حدا يمشيها. امورنا هالايام قاعدين في البيت غصب عنا، فالحمد لله تعرفنا على أزواجنا، على أبنائنا، على أهلنا، فالاستعانة كانت بالصديقة اللي هي زوجتي، أخذت الأكاونت تبعها، فالمتفهم الأمور الحمد لله، والأمور ماشية كويس، خاصة لما تكون طبيبة أسنان بتكون مشاك على الأبكس لوكيتر، كل شيء دقيق 100%. ف يعني صراحة ال3 ساعات ونص أنا والدكتور أحمد على تواصل مباشر، والواحد صار متوتر وتعبان، يعني الوقت اللي أخذه التجهيز للمحاضرة في البث المباشر أكثر من الوقت اللي أخذت المحاضرة نفسها في التجهيز. عموما مع ذلك، إلا أنا سعيد جدا بمشاركتي معكم يمكن لأول مرة على البث المباشر. وبداية، أنا دكتور محمد عبد الجواد العقاد، اختصاصي المعالجة اللبية، البورد الأردني في المعالجة اللبية عام 2014، ومحاضر سابق، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين في غزة. أنا من فلسطين، من غزة، وحاليا في هذه الفترة مقيم في الأردن، وإن شاء الله تكون بداية خير معاكم، بحيث أنه تكون هاي بداية لسلسلة محاضرات تجمعنا إن شاء الله في ظروف أحسن من ظروف كورونا التي أجبرتنا على الجلوس في البيوت، رغم أنه طبعا يعني إلها ديس أدفانتجز، لكن إلها أدفانتجز كثيرة، إنه زي ما حكيت إنه الواحد يتعرف على عيلته من جديد. طب الأسنان بصراحة كان حرمنا نشوف أهلنا، أغلبنا إن لم يكن كلنا في طب الأسنان، يوم ما نبدأ الحياة العملية نبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، يعني الواحد بيطلع من البيت وأولاده نايمين، وبرجع على البيت وأولاده نايمين. فحاليا الحمد لله الواحد العلاقات الأسرية صارت أقوى، والأمور تمام ماشية 100%، وآخر حاجة بنقول منه لله اللي أكل الخفاش. خلينا نبدأ المحاضرة. In the context, know the fact, then go to act. المحاضرة، الشرح إن شاء الله راح يكون باللغة العربية، لكن المصطلحات باللغة الإنجليزية، اللي هي اللغة اللي أغلبنا، إن لم يكن كلنا طبعا نعرف المصطلحات الإنجليزية، لكن مش كلنا دارس باللغة الإنجليزية، وخاصة أنه يعني المنتدى العربي لأطباء الأسنان في يعني عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف من أطباء الأسنان، فنحترم برضو رغبة الزملاء دائما باستخدام اللغة العربية في المنشورات على المنتدى العربي. وبداية لا أنسى طبعا أوجه الشكر الجزيل للدكتور أحمد النحراوي على جهوده المتواصلة في نشر علوم طب الأسنان المختلفة، في سواء في داخل مصر أو خارج مصر. بداية راح أحكي عن أهمية علم الإندودونتكس لنا كأطباء أسنان. طبعاً إحنا اليوم بنعرف إنه يمكن المواطن العادي أو الشخص العادي خلاص يوم ما يسمع إنه طبيب أسنان بيحط في باله إنه طبيب الأسنان هذا بده يعمل كل المعالجات السنية. طبعاً إحنا الآن بنعرف إنه يعني التخصصات المختلفة لطب الأسنان يعني يمكن وصلت 10 أو أكثر من 10، هاي مش كل الناس تعرفها. يعني المريض لما بيجي على عيادة الأسنان بيجي بحيث أنه أي معالج يحطها في باله بده يعملها داخل عيادة الأسنان. الآن بدي أحكي على أهمية الإندودونتكس في عيادة الأسنان. إحنا في بلادنا العربية السبب اللي بيخلي المريض يجي على عيادة الأسنان، هناك سببين رئيسيين من وجهة نظري، طبعا ممكن يكون في أسباب أخرى، لكن أنا بعتقد أنه سببين رئيسيين اللي بيخلوا المريض يجي على عيادة الأسنان. السبب الأول عندما يشعر بألم شديد لا يتحمله،
حتى مع المسكنات بيكون هذا سبب رئيسي انه يخليه يجي على عيادات الاسنان. السبب الاخر هو ناحيه الجماليه او ناحيه التجميليه، يعني هو بيجي على عياده الاسنان عشان اسنانه صفه اسنانه مش مظبوطه، فيها تسوسات في المنطقه الجماليه الاماميه، عنده سن مكسور، فقد سن. هذول السببين الرئيسيين اللي بيخلوا المريض يجي على عياده الاسنان. طبعا العدد الاكبر في ظل الازمات الماليه المتتاليه على بلادنا العربيه، السبب الاكبر اللي هو ناحيه الالم. الان عندما ياتي المريض الى عياده الاسنان لعلاج الالم، في الغالب بده يكون التريتمنت تبعته اذا كان السن ريستورابل بده يكون اندودونتيك تريتمنت، اذا كان نون ريستورابل راح نروح للسيرجيكال اوبشن. فمن هنا تكمن اهميه علاج عصب الاسنان او اهميه اتقان الطبيب لعلاج عصب الاسنان. المريض لما يجي على العياده بتوقع انه ياخذ painless treatment، يعني اثناء العلاج يكون بياخذ علاجه بطريقه امنه وغير مؤلمه، وبنفس الوقت انه بعد ما يروح البنج او بعد اسبوع اسبوعين انه لا يعود ليشعر بالم من نفس السن مره اخرى. هذا الكلام ممكن نحصل عليه اذا عملنا perfect endodontic treatment. فلذلك بالبدايه بعد ما عرفنا اهميه علاج عصب الأسنان للطبيب، بدنا بعد هيك نبدأ نشرح اللي هو خطوات علاج العصب الناجح. طبعا إذا حصل الطبيب على ثقة المريض، بعد هيك المريض سوف يعتمد هذا الطبيب بشكل دائم على الأقل في موضوع علاج عصب الأسنان. لذلك أنا بنصح الجميع فيما يخص عصب الأسنان، either do it perfect or don't do it at all. يا بتعملها صح من البداية يا إما ما تعملهاش نهائيا. أنا بتفهم إنه طبيب الأسنان اللي مختص في التقويم وبده يشتغل تقويم فقط مش ضروري يتقن علاج عصب الأسنان، لكن لو هو بيشتغلها، لو هو بيشتغلها لا بدك تتقنها. وهكذا ينطبق على كل تخصصات طب الأسنان، لأنه علاج العصب الأسنان علاج دقيق بيحتاج إلى وقت، بيحتاج لأنه الطبيب نفسه يكون هادي وعنده الوقت الكافي إنه يشتغل علاج عصب الأسنان. هذه أهمية إتقان علاج عصب الأسنان. أنا أول يمكن 7-8 سلايدات كتبتهم باللغة العربية حتى يعني ننبهكم إلى مدى أهمية أو مدى قدرة الطبيب على تخيل لماذا يعني حشوات العصب أو علاج العصب الأسنان هناك فيه بعض الصعوبة في بعض المحاور. ثم سنعود الى التكست باللغه الانجليزيه. بدايه، ما هو شعورك وانت يعني وانت بتعالج العصب او انت بتشتغل عصب؟ تمام، بماذا تشعر؟ بصيغه اخرى، نجيب السؤال بصيغه اخرى، هل هناك فرق في الشعور بين قلع او خلع السن اللبني وحشوه عصب لضرس باربع قنوات؟ السؤال هذا مطروح لجميع الناس اللي بتحضر المحاضره، كل واحد عنده اجابه مختلفه تماما عن الثاني. لربما تكون الإجابات أو إجابة الغالبية العظمى إنه هناك فرق شاسع. لما أنا في أي مشكلة في الحياة، مش بس في طب الأسنان، لما أكون أنا متضايق من شغلة عشان أتغلب عليها لازم أسأل نفسي أسئلة وأعطي الإجابات من نفسي. يعني أنا أسأل نفسي السؤال، بدي أعتبر إنه أنا الشخص اللي عندي مشكلة، وبنفس الوقت أنا الطبيب النفسي لهذه المشكلة، أنا اللي بدي أحلها. تمام؟ فبدي أسأل نفسي ليش الاكستراكشن مثلا حتى سواء لبني او دائم قد يكون اسهل من حشوات العصب لعده اسباب. اول حاجه في موضوع الاكستراكشن، انا بشتغل على الاكسترنال سيرفيس تبع التوث، يعني بشتغل على السن من برا وماسك السن كاملا بفورسبس او حتى بالاليفيتر، يعني انا شايفه من برا خارجيا، شايف الفيلد اللي انا بشتغل فيه تماما. بينما في علاج عصب الاسنان انا بشتغل في الانترنال سيرفيس تبع السن من الداخل، الجزء اللي انا مش شايفه بعيني. واي شغله بشتغلها وانا مش شايفها بعيني بكون انا اما خايف او بكون حذر جدا وانا بشتغل فيها. وتكون اذا كان انا من النوع من اطباء، وانا بعتقد انه كل اللي بيسمعني او كل اللي بيشوفني من الاطباء اللي بيحرص حرص تام على انه يتقن الشغله اللي بيشتغلها، مش انه شغله اي كلام
اكيد بلا ادنى شك انه كلنا بنحب نتقن الشغله اللي نشتغلها. فلذلك لما نشتغل في السلم من جوا بنكون خايفين او متوترين او الواحد بيكون عرقان وهو بيشتغل. ليش؟ لانه خايف يعمل اي مشكله دون قصد منه. ما في حدا فينا، اكيد ما فيش حدا فينا، كلنا بيكون قاصد انه يعمل اني ميستيك، تمام؟ فمن هنا ياتي الاختلاف في الشعور. شعور الشغلة اللي بعملها دايركت فيجن بعيني مباشرة وأنا شايفها بكون مرتاح كتير وأنا بشتغل فيها، بينما الجزء اللي بشتغله وأنا مش شايفه تمام بيكون في عندي مشكلة. طبعا عدم الرؤية الواضحة، أول حاجة إن أنا بشتغل في السن من الداخل ممكن إضاءة الجهاز أو إضاءة الكرسي تكون عندي مش مظبوطة، ممكن الميرور اللي أنا بشتغل فيها ميرور مش كويسة أنا مش شايف فيها، ممكن أنا بشتغل في فيلد بدون رابر دام فالتشيك او الخد جاي على السن مغطى عليه، لسان المريض على يده كثير، المريض من النوع اللي بضله يسكر تمه كثير واحنا بنشتغل، فالرؤيه مش كثير واضحه، فانا بكون متضايق انا مش مبسوط. باعتقادك ما هي الاسباب التي تجعل علاج العصب من اصعب المعالجات السنيه؟ وانا اخصائي عصب، انا بحكي علاج العصب فعلا من اصعب المعالجات السنيه، لكن انا في نفس الوقت انا مضطر طبعا اشوف الموبايل كل شويه عشان اتاكد من الدكتور احمد اذا كان في اي ملاحظه. تمام. أنا بحكي إنه علاج العصب من أصعب المعالجات، لكنه مش مستحيل، لكنه مش مستحيل. إذا أنا سألت نفسي ما هي الصعوبات أو الأشياء التي تجعل علاج عصب الأسنان صعبا، وأخذت كل واحد لحاله وحليته، بالنهاية تصبح متعة من متع طب الأسنان إنك تكون ماشي جوا القنوات حتى وإنت مش شايف، لأنه في أشياء تساعدك على أنك ترى ما في داخل الأسنان. طبعاً الأشياء اللي بتجعل علاج العصب صعب أشياء كثيرة، من ضمنها المريض نفسه. المريض نفسه جاي وماخذ فكرة أنه صاحبه راح على عيادة الأسنان وطلع من العيادة وهو مبنج مش حاسب إشي، لما وصل البيت صار يخبط راسه بالحيط. هذه شغلة. الشغلة الثانية أنه زي ما حكينا أنه إحنا بنشتغل مش في الأورال كافيتي وبس، لا، إحنا بنشتغل في كافيتي جوا الأورال كافيتي، يعني داخل السن اللي طبعا السن عندنا من السنترال للويزدم للأخير، كل سن عن الثاني بيختلف مكانه وبتختلف صعوبته حسب وضع مكانه حسب الأناتومي اللي الأناتومي تبعه. فلذلك في عندنا عدة صعوبات، زي ما حكينا لما أنا أشتغل ويكون خد المريض نايم على السن أو لسانه عريض ومش قادر أنا أتحكم فيه، أو الميرور قديمة وأنا مش شايف فيها كويس، أو الإضاءة مش مظبوطة، أو بشتغل من غير رابر دام. كل هاي الشغلات، خاصة أنا لو بشتغل برابر دام وعندي ميرور كويسة، البخار النفس راح يعمل فوغينج إفكت على الميرور، فبالتالي حبطل أشوف. إذا كل هذه الصعوبات أنا بإيدي كطبيب أسنان أنا أحلها، إذا حليت واحدة واحدة بالنهاية بتصبح المعالجة أو علاج عصب الأسنان بيصبح في المتناول وبيصير تمام. إضافة أخرى إنه عيادات الأسنان اللي بيكون فيها في الريسبشن أو في الريسبشن الويتينج روم بيكون فيها 10 مرضى بيستنوا، وأنا بشتغل في مولر 4 قنوات وكل شوية واحد من اللي برا يا دكتور مستعجل يا دكتور مستعجل، ما بتزبط نهائيا إنك تعمل بيرفكت روت كانال تريتمنت. فهاي المشاكل أنت بدك تتغلب عليها، بدك تحط مواعيد للمرضى. ما بدنا نكون نطلب ان نكون ايديال وفي نفس الوقت احنا مش قادرين نتحكم فيه وفي شغلنا في العياده. من وجهه نظرك ما هي اصعب مرحله من مراحل علاج عصب الاسنان؟ كل واحد فينا عنده اجابه مختلفه من الاجابات. واحد بيحكي لك انا مرحله اللوكال انستيزيا، انا لما اعطي اللوكال انستيزيا غالبا ابدا اشتغل، في الغالب بيصير في عندي مشاكل وبين وما بقدرش افتح اكسس كافيتي. واحد ثاني حيقول لا انا ممتاز جدا في الانستيزيا، لكن بمجرد ما اجي افتح اكسس كافيتي بلاقي حالي متوتر وانه خايف اعمل بيرفوريشن، خايف ما اعملش كومبليت دي روفينج، انا مش اورينتد لهي الخطوه بالضبط، فانا يعني خايف منها. واحد ثاني بيحكي لا الوركينج لينث ديترمينيشن هي اصعب مرحله عندي، ما بقدر اضبطها انا، او انه بقيس الوركينج لينث بشكل مظبوط لكن يوم ما اجي اعمل اوبتوريشن بيكون في عندي خلل في الكونفيت. فيعني واحد عن الثاني بيكون في عنده إجابة مختلفة عن هذا السؤال. بماذا تفسر استمرار الألم بعد علاج عصب الأسنان أو عودة المريض للشكوى بعد مرور فترة على علاج الأسنان؟ طبعا دول سؤالين مختلفين عن بعض. يعني
في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي لما احنا بنعمل علاج عصب الاسنان من الطبيعي انه المريض يبقى يشعر بالم خاصه على البايت، على البايت لمده اسبوع او 10 ايام. وهي احنا لازم يكون في عندنا تفسير واضح للمريض قبل ما يطلع من العياده. يعني انا خلصت علاج عصب الاسنان وعملت الاوبتريشن وخلص المريض بدي يروح، من ضمن الانستركشنز اللي لازم اعطيها للمريض انه يا اخي الكريم يا اخي الفاضل، راح يختفي الالم اللي كان اللي كنت تشعر فيه على البارد والحامي والحلو، هذا راح يختفي تماما، لكن سيبقى عندك نوع من الالم اللي هو مع البايت لما تعض على السن، راح يضل هذا عندك من اسبوع ل 10 ايام تقريبا، لكنه يختفي بالتدريج تدريجيا. ولذلك كطبيب بنصحك انك اول يومين او ثلاث ايام تاخذ مسكن باستمرار على الساعه حسب نوع المسكن اللي بدك تعطيه. تفسير الالم اللي بضل بعد الاوبتريشن رغم انه انا عامل كل شيء بيرفكت، انه انا لما عملت انسترومنتيشن او لما عملت بلب اكستربيشن تحت السن مباشره تحت جذور السن عند منطقه الابكس في عندي تروما بسيطه ناتجه عن الاكستربيشن او ناتجه عن الانسترومنتيشن، فبتعمل انفلاماتوري رياكشن من البادي، والانفلاميشن بيختلف عن الانفكشن. الانفلاماتوري هي ديفنس ميكانيزم من البادي، لكن من الساينز تبعته احنا بنعرف انه الانفلاميشن عنده 5 ساينز اوف او 5 وي هاف 5 ساينز اوف انفلاميشن، واحد منهم البين. فوجود البين على البايت هذا مش عيب، بس انت لازم تحكيها للمريض قبل ما يطلع من العياده. اذا نسيت تحكي له اياها واتصل عليك بعد يوم او يومين حكى لك يا دكتور انا مش قادر اعض على سني تماما، ايش ما تحكي له من اسباب راح يعتبرها تبرير لخلل معين في شغلك. بينما لو انت حكيتها في الاول قبل ما يغادر العياده هيحكي اه والله الدكتور حكى لي، وحيكون متوقع وحيكون حذر هو انه ما يضغط على هاي السن لانه الدكتور وصاني، الدكتور عارف شغله فهمان. طيب الشق الثاني من السؤال هو عودة المريض للشكوى بعد مرور فترة على علاج الأسنان زي أشهر أو أحيانا سنوات، برجع نفس السن بصير فيه مشاكل مرة ثانية، هذا بكون ناتج عن ري إنفكشن. والري إنفكشن له أسبابه، أحدهم اللي هو الكورونال مايكرو ليكج اللي هو التسريب من جهة الحشوة أو التسريب من جهة الأبيكس، أو يكون في عندنا ريزيديو البكتيريا أصلا ريزيديو أورجانيزمز انترا كانال جوا الكنالز، انه البكتيريا ضلت جوا الكنالز ومع المده الزمنيه زادت وصلت لللود اللي ممكن يعمل سيمتومز. وهاي المحاضره اعتقد اللي حضر محاضره الدكتور القدير والدكتور الكبير محمد حمو قبل يومين حكى عن الموضوع هذا باستفاضه. فلذلك لازم يكون في عندنا تفسير للالم، يعني بيختلف حسب شكوى المريض، مش انه انا عملت بيرفكت روت كانال تريتمنت وبعد يومين ثلاثه اتصل علي المريض انه انا فعلا بتالم كثير من عض على الاسنان، اروح انا اشك في شغلي احكي له تعال بدنا نعيد نعمل ريتريتمنت. لا، ما تعمل ريتريتمنت اذا انت ضامن كل خطوات علاج العصب صحيحه. مهمتك الاساسيه انك تطمن المريض، وانا بحكي لك المريض راح يكون اكثر ثقه في طبيبه لما يحكي له بالبدايه ايش راح يصير معه. في وجع بدي اكتب لك مضاد حيوي قوي، اهم شيء يكون من النوع القوي والنوع الغالي، اذا كان نوع رخيص حيقول لك لا مش مزبوط. مضاد الحيوي يا جماعه الخير تقريبا انا مش حافظ الا واحد او اثنين، وفي السنه مره او مرتين بكتب مضاد حيوي للمريض. المضادات الحيويه موضوع كبير وفيها دائما بيحكوا عن اليوز والابيوز ومتى indicated ومتى كونترا indicated. المضادات الحيوية يعني في شغلنا تقريبا في حالة واحدة ممكن نكتب مضاد حيوي، لما يكون في عندنا diffuse swelling مع systemic manifestations، غير هيك ما بنكتب مضاد حيوي نهائيا. وبدناش ندخل في موضوع المضاد الحيوي لأنه موضوع كبير وراح ياخذ كثير من وقت المحاضرة، لكن أنا بدي أحكي لك إياه ببساطة شديدة جدا. أنت لما تعطي مضاد حيوي للمريض، المضاد الحيوي وين بده يمشي في النهايه؟ بده يمشي خلال الدم، تمام؟ بده يمشي في الدم ويوصل للمنطقه اللي بدنا يعالجها، تمام؟ طب احنا بعد ما نعمل بلب اكستربيشن او السن يكون نيكروتيك او السن يكون معالج عصبه ومحشي اوبتريشن، تمام؟
مصدر الألم اللي عندنا هو البكتيريا اللي جوا الكنالز. البكتيريا بتطلع من الكنالز بتحاول تطلع من الأبكس، فبصير في عندنا inflammatory process حوالين الأبكس. المضاد الحيوي لما يمشي في الدم راح يوصل منطقة البيري أبيكال أريا، بس مش راح يدخل جوا الكنالز لأنه ما في دم أصلاً، ما فيش سيركوليشن حالياً، فراح يشتغل على البيري أبيكال أريا. بمجرد ما يختفي تأثير المضاد الحيوي في الجسم خلال أيام أو أسابيع بالكثير، البكتيريا اللي جوا الكنالز راح ترجع تعمل نفس المفعول وحيرجع نفس الشكوى مرة تانية. لذلك الحل مش المضاد الحيوي، أفضل مضاد حيوي أنت تعطيه للمريض إنك تعمل complete cleaning and shaping. تقييمك لعلاج العصب في هاي الصورة، دائما إحنا بنطلع على صورة الأشعة وبنطلع على الوايت لاينز وبنطلع على، يعني إذا أعطينا شوية قيمة كمان للكورونال سيل بنطلع على الكورونال سيل بنحكي ممتاز علاج العصب 100%. واحد تاني ممكن يحكي لا، في عندنا بيرابيكال ليجن كبيرة، معناته هذا في فيلير عندنا في هذا السن. لا تتسرع في الحكم، بمجرد ما تشوف الصورة بدك تسأل عن الهيستوري، تاخذ الهيستوري إنه الصورة هاي متى انعملت، متى بجوز انعملت أسبوع اللي فات بس المريض ما حكى لك، تمام؟ هل لو انعملت قبل أسبوع وشفت بيرابيكال ليجن بدي احكم عنها إنها فيلير؟ لا، هاي البيرابيكال ليجن موجودة مسبقا والآن عملنا إندودونتيك تريتمنت وبدنا نستنى الهيلينج، بدنا نستنى الهيلينج. لو عملنا قبل سنوات وظلت الليجن هيك بنقول ممكن يكون في فيلير، لكن افضل شيء انه يكون في عندنا كومباريزن بين راديوغرافيك زيرو وراديوغرافيك تبعت المستقبل. يعني اذا ما في عندي راديوغراف قبل هاي الصوره بدي اعتبر هاي الزيرو تايم ونصورها بعد 3 شهور او 6 شهور ونقارن بينهم. لو هاي اليوم الصوره صورتها انا وشفت الوضع على هيك، بدي اسال المريض هل عندك صوره اشعه على نفس السن هذا بعد ما عمل له علاج عصب مثلا قبل سنه او قبل سنتين، بقارن التنتين في بعض وبشوف. اذا ما نحكم على صوره الاشعه مباشره ونحكي انه السن فيلير او انه سكسس، لازم يكون في عندنا مقارنه بين نفس السن في اوقات مختلفه. ببساطه ما هي خطوات علاج العصب الناجح؟ بدنا نحاول من خلال هذه المحاضره نركز على اهم النقاط التي تؤدي الى نجاح علاج العصب او على الاقل تقليل نسبة الفشل. يعني أنت كطبيب أسنان إن شاء الله يكون كلنا عندنا عدد كبير من المرضى، لو أنت في خلال الشهر بتعمل مثلا 100، خلينا نحكي فرضا 100 روت كنال تريت من خلال الشهر، تمام؟ أنت الآن من 100 بيرجعوا 20 واحد بشكل مستمر، أو أنت بتلاحظ أنه تقريبا 20% في شكوى دائمة من المرضى، تمام؟ احنا بنحاول نقلل ال 20% نخليها 5% بس، تمام؟ اذا من خلال المحاضره هاي طلعنا بنقاط تقلل عدد حالات البيرسيستنت بين بعد الروت كانال تريتمنت، فاحنا بنكون استفدنا كثير من هذه المحاضره. طبعا العلم اللي انا بحكيه في هاي المحاضره مش علم جديد، كل الزملاء اللي قبلي في الايام السابقه يمكن حكوه وانا بعيده اعاده، لكن لربما في بعض الاحيان يجي محمد يحكي المعلومة بطريقة، يجي محمود يحكيها بطريقة أخرى، أروح أنا أفهمها من محمود أكثر من محمد أو العكس، تمام؟ إذن أنا بجمع معلومات من أكثر من مصدر مع أنه نفس المعلومة، لكن ممكن أسمعها بطريقة أخرى فتكون أسهل علي، وما أسهل من الأسلوب المصري في إيصال المعلومات، يعني مصر أم الدنيا. فطبعا لا نقلل من كل الزملاء من كل الوطن العربي الكبير وحتى من خارج الوطن العربي، أي معلومة بنستفيدها لازم نشكر الإنسان اللي حكاها، لأنه أحيانا معلومة واحدة بس تأخذها وتستفيد منها بتضل طول حياتك مستفيد منها. ويجب إذا كنت إنسان تقدر الإنسان الآخر اللي أخذت منه المعلومة إنه تحفظ له إياها لطول العمر. علاج عصب الأسنان طبعا بعد الدياجنوسيس وبعد الأنستيزيا بيشمل الأكسس كافيتي، نفتح السن عشان نوصل للقنوات، بعد هيك نحدد الوركينج لينث. الوركينج لينث يجب أن يتم تحديده بطريقة دقيقة جدا جدا، ما يكونش ناقص ولا يكون في زيادة، بحيث أنه يعني نعمل أوبتوريشن بعد هيك، نعمل سيلينج للسبيس اللي إحنا فتحناه. وبعد هيك بعد الاوبتوريشن بده يكون في عندنا فاينل
ريستوريشن، تعمل كورونال سيل، بيرفكت كورونال سيل، وبنفس الوقت تعمل بروتكشن للريمينينج توث ستراكشر، لانه هدف علاج العصب الاهداف الاساسيه انه اول حاجه انا اشيل الالم من عند المريض، والشغله الثانيه انه السن ما بينفع انه اعمل روت كانال تريتمنت ممتازه جدا والسن ما يصمدش بعد هيك شهر او شهرين، ولا انه مكسور واحنا دفعنا المريض فلوس على الفاضي وخسر سنه بالنهايه، وانا تعبي انا في النهايه برضو لما اشتغل شغله واتعب عليها بدي اشوف ثمار شغلي، وبكون مبسوط لما يجيني المريض بعد 10 سنين يحكي لي والله الدكتور هذا شغلك، انه انت عملت لي روت كانال تريتمنت قبل 10 سنوات وهي السن عايش 100%. الكونسبت اللي بدنا نحكي عنها بالبدايه اللي هي تيبر ان انسترومنتنج روت كانال تريتمنت. احنا بنسمع الفايل هذا التيبر تبعه 2% و4% و6% بالاول بالبدايه، او الكونفنشنال مانيوال فايلز كانوا عباره عن تيبر 2% اونلي، بعدين خلوهم 4%، بعدين خلوهم 6%. اليوم لو بدك تيجي تعمل احصائيه التيبرز اللي موجوده من الفايلات راح تلاقي تقريبا انه كل رقم من الارقام الاعداد الارقام انه في 2% في 3% في 4% في 5% 6% 7% 8% في 9% وفي 10%. فالتيبر كتر. طب احنا بدنا نعرف الان شو هو التيبر بالضبط عشان نفهم. احنا نعرف انه في البدايه كان عباره عن فايلات مانيوال اللي موجوده عندنا مصنوعه من الستينلس ستيل، فايلات مانيوال. ارقام الفايلات انت لما تحكي للممرض اللي عندك ادينا فايل رقم 30 على طول بيكون حافظ الرقم باللون تبعه. تحكي فايل رقم 30، شو معنى 30؟ شو معنى 30؟ 30 معناها 0.3 ملم عند التب تبعته، يعني التب تبعت الفايل في بدايه الفايل تمام 0.3 ملم، يعني 3/10 من المليمتر الدايمتر عند بدايه الفايل. هذا بالنسبه للسايز. طب بالنسبه للتيبر، التيبر هو نسبه الزياده في نصف القطر كل ما ابتعدنا عن الابكس. يعني الفايلات المانيوال التيبر تبعها عباره عن 0.02، بمعنى انه الدايمتر بيزيد بقيمه 0.02 يعني 2 من 100 كل مليمتر، بمعنى انه كان الفايل 30 لما نبعد مليمتر عن تبعت الفايل راح يصير 32، لما نبعد كمان مليمتر بده يصير 34 وهكذا لغايه ما يوصل 16 مليمتر اللي هي البليتس تبعت الفايل. فايلات المانيوال طول الكاتنج بارت 16 ملي تقريبا، يعني ثابته في كل الفايلات بغض النظر عن طول الفايل، لانه احنا بنعرف في فايلات طولها 21، في فايلات طولها 25، في 28، في 31، لكن الكاتنج بارت عباره عن 16 ملم في كل الفايلات المانيوال. اذا التيبر هو نسبه الزياده في نصف القطر كل ما نبعد عن التب تبعت الفايل. طيب شو الادفانتجز او شو مميزات الزياده في التيبر؟ احنا بالبدايه كان عندنا فايلات مانيوال التيبر تبعها 2%، بعد هيك زودوها ل 4% وبعدين زودوها ل 6%. الادفانتجز انها الباور اوف ذا تيبرد فايل كونسبت از ذا توتال كنترول اوف ذا روت كانال شيب فروم اورفيس تو تيرمينس. انا بكون عندي سيطره على الانسترومنتيشن من عند الاورفيس لعند الابكس بشكل متزامن مع بعض. يعني انا بكون لما اكون اعمل انسترومنتيشن بالفايل هو بوسع كورونالي وبنفس الوقت بوسع في الميدل بارت وفي الابيكال بارت. احنا الشكل اللي بدنا نحصل عليه بعد الانسترومنتيشن بده يكون بهذا الشكل، زي اللي هي مبادئ شيلدر للانسترومنتيشن اوف ذا روت كانالز. الكورونال بارت بده يكون اكبر من الميدل بارت، بده يكون اكبر من الابيكال بارت، يعني شكل مخروطي تقريبا. الشكل المخروطي هذا لما كنا بدنا نحصل عليه سابقا بفايلات المانيوال اللي عندنا كنا نستخدم عدد من الفايلات يمكن بنفس اللي شايفينه في الصوره او اكثر احيانا. اذا عدد الفايلات كان عدد كبير جدا لانه التيبر تبع الفايل كان تيبر صغير، يعني التيبر 2% تقريبا قريب من اني احكي هذا مش تيبر هذا سلندر شيء. لما طلع موضوع
الجريتر تيبر اللي هو 4% و6% صار عدد الفايلات اقل، يعني صرنا نقلل في عدد الفايلات اللي بتعطينا التيبر شيب، وبالتالي احنا قللنا المجهود، قللنا التايم تبع الروت كانال تريتمنت، وصرنا كمان نحصل على يعني نقلل الفتيق على ايدنا واحنا بنشتغل. يعني تخيل انت بتشتغل لمولر بثلاث قنوات او اربع قنوات بشكل مانيوال، وبتشتغل بالطريقه الصحيحه تمام مانيوال، حياخذ منك ساعه ساعه ونص وانت بتشتغل، ايدك حتكون او العضلات حتكون فتيقت. طلع المريض، دخل مريض ثاني لمولر ثاني، هذا اثنين. يعني في ناس بتشتغل ثلاثه واربعه وخمسه مولر باليوم. فاذا تقليل عدد الفايلات، تقليل المده الزمنيه، الانتقال من المانيوال للروتري، كل هاي الشغلات خلت الاندودونتكس علم ممتع، والناحيه العمليه تبعته ممتعه في اغلب الاحيان. في السنجل فايل تكنيك، سنجل فايل تكنيك انه فايل واحد بيحضر قناه واحده. طبعا لما بنحكي سنجل فايل تكنيك مش معناته انه الفايل الواحد بدي يحضر جميع انواع القنوات، لا، احنا في عندنا قنوات وايد كانالز بنستخدم لها اللارجر فايلز، بس انه فايل واحد بيحضرها. وفي عندنا السمولر كانالز او النارو كانالز بيكون فايلز اصغر، بس انه الكونسبت تبعتها فايل واحد. لكن بالنهايه الناس اللي عملوا سنجل فايل تكنيك كانوا معتمدين على انك لازم تعمل جلايد باث بالمانيوال فايلز بالاول، وبعدين تروح تشتغل بالسنجل فايل تكنيك. الفايلات زي ما احنا شايفين 4% و6%. الادفانتجز تبعت التيبرد فايل كونسبت، اولا بيرفكتلي اديكويت كورونال انلارجمنت سيفتي، اللي هي مبدا السيفتي. زمان كنا نحن نعمل الكورونال 2-3 ملليمتر، نعملهم بالجيتس جليدين، بالجيتس جليدين. اليوم لما صار في عندنا مالتيبل سيستمز من الروت كانال او ماني سيستمز من الاندودونتيك فايلز، الروتري فايلز، اغلب الشركات بتعمل فايل بنسميه اوريفيس شيبر، بنسميه اوريفيس اوبنر، بنسميه اس اكس، بنسميه يعني حسب الشركه نفسها ايش بتسميه. هذا وظيفته يعمل كورونال انلارجمنت، يوسع الاوريفيس، بدلا من وظيفه الجيتس جليدن. ايش بيميز هذا الفايل عن الجيتس جليدن؟ الجيتس جليدن الكاتنج بارت تبعته اللي هي هاي الفليم شيب، هي اللي بتعمل كاتنج بارت. تخيلوا انه انا داخل جوا الكنل، كل ما ادخل ابيكالي بده يضله الشكل هذا يعمل انسترومنتيشن ويوسع ويعمل كاتنج للدنتين. فالمحصله تبعتي الانسترومنتيشن بيكون سيلندريكال شيب، سيلندريكال شيب مش تيبرد شيب. انا ممنوع ادخل بالكنل اكثر من 2-3 ملليمتر، بعد هيك حرجع للفايلات المانيوال. فبكون انا وسعت الكورونال بارت كثير، والابيكال بارت او الميدل بارت بيكون موسع بطريقه اقل من الكورونال بارت، وبالتالي ما بيكون في عندي كونتينيوس تيبر شيب. زائد انه الجيتس جليدن ريجيد، يعني ما في فلكسبيليتي، وبالتالي ممكن يعمل لي بيرفوريشن في الويك بوينت اللي بنسميها الدانجر زون، اللي هي في الانترنال سيرفيس تبع الروت اللي هو القريب من الفركيشن اريا. الادفانتجز اللي بعد هيك اللي هو بيعمل لي الفايل بتعمل كونفيرمد فول ديب شيب، كونفيرمد فول ديب شيب، مش زي ما نستخدم الجيتس جليدنج قلنا بنوسع كثير في الكورونال والابيكال بارت بيكون ضيق. ستاندردايزد بري ديفايند تيبرز، يعني لما اشتغل انا تيبرد فايلز بالروتري بكون انا تقريبا عارف التيبر، هو مش راح يكون بيرفكت 100% التيبر، يعني مش انا استخدمت الفايل النهائي 6% معناته التيبر راح يكون 6%، لانه انا لما بشتغل انسترومنتيشن جوا الكانالز الانسترومنتيشن بيكون عباره عن برشنج تكنيكس، فالتيبر الناتج عن الانسترومنتيشن بيكون اكبر من التيبر تبع الفايل بالتاكيد. كيف نتغلب على هاي المرحله في الاوبتوريشن؟ ممكن انه نعمل الفيرتيكال كومباكشن تكنيك، هي بتعمل لنا اللي هو الاوبتوريشن بشكل 3D. وانا بنصح جميع المشاهدين اللي بيشاهدوا محاضرتي يشاهدوا المحاضرات اللي عملها الدكتور القدير مهند التكروري، لانه الامكانيات اللي عنده ونشاطه الشعل اللي انا بعتبره شعلة نشاط بيعملها، وانا
يعني بصراحه معجب جدا جدا بالدكتور مهند تكروري لعده اسباب، من ضمنها انه جي بي مش سبيشاليست، لكن بصراحه مطور نفسه لدرجه انه مستحيل تحكي انه دكتور مهند جي بي. يعني ما شاء الله، يعني انا بعتز بالامكانيات اللي عند الدكتور مهند، وابعث له التحيه الكبيره من هنا. يعني مع المحاضره هاي والمحاضرات اللي انتم شفناها، انا بوجهكم كلكم انكم تتابعوا الفيديوهات اللي بنزلها واللي اعتقد محفوظه دائما على صفحته. Enhanced Obturation Efficacy، هي لما اكون انا محضر القنوات بشكل ممتاز جدا، معناته الاوبتوريشن حيصير عمليه سهله جدا، وزي ما حكيت انه الفيرتيكال كومباكشن تكنيك حكاها الدكتور مهند، حكاها وعملها كديمو على ترانسلوسنت تيث، فبامكانكم تشوفوها من جميع الزوايا. اكزامبل بسيط على التيبر عشان اطول فيه كثير برضو. هذا بنعتبر انه هذا فايل، بس انا رسمه رسم مانيوال حتى تكون الفكره اوضح. بنعتبر انه هذا فايل 25، بس هذا لا يجوز انه يكون فايل لانه عباره عن سلك ما فيه تيبر، فيش فيه تيبر، يعني عباره عن شكل اسطواني 25 من بدأ عند التب لغايه النهايه، هذا عباره عن اسطوانه، عباره 25 ما فيه تيبر. لو زودنا التيبر 2% زي الفايل مانيوال حيزيد زي ما احنا شايفين التيبر تبعه شويه، لو خليناه 4% حيصير اكبر، 6% حيصير اكبر، ونشرحهم هنا. هي التيبر، هي الفايل التب 25 ما في تيبر، اذا التيبر 0%، وبالتالي الدايمتر does not increase at all، الدايمتر ما بيزيد. size from D0 to D16 يساوي 0.25 ملم. لما يكون 2% التب سايز بده يكون 0.25 اللي هو فايل 25، التيبر 2% بيزيد، معناته الدايمتر increases by 0.02 ملم every ملم. في التيبر 4% بيزيد الدايمتر باي 0.04 ملم every ملم. وبالنهايه هذا ال 6% نحطهم جنب بعض عشان نشوف كيف نسبه الزياده في التيبر، رغم انه التب او السايز عند التب واحد، يعني هون 25 بس بدون تيبر، 25 تيبر 2% اللي هو الفايل المانيوال، 25 4%، 25 6%، وهنا طبعا رسمنا الشكل الغامق عشان نبين قديش التيبر بيزيد. ايش اهميه التيبر؟ انه بيقلل عدد الفايلات اللي انا بدي استخدمها، يعني اذا انا استخدمت ال 25 فايل 25 6% في تحضير كانالز وطلع الشكل النهائي للكانالز هيك، فيش داعي اروح ل 30 و35 و40 واكبر اكثر من هيك، لانه فعليا ما هو الهدف من الشيرنج للكانالز؟ شو الهدف من الانسترومنتيشن؟ الهدف الرئيسي انه في هدفين رئيسيين، انه اعمل ديليفرنج للايرجنت للابيكال بارت، لانه الابيكال 3 ملم اوف ذا كانال تعتبر كريتيكال زون اوف باك، يعني فيها هيفي لود اوف بكتيريا، فاذا انا بعمل ايريجيشن للكورونال بارت والميدل بارت والايرجنت تبعي ما وصلش للابيكس، اعرف انه بنسبه 100% راح يصير في عندك فيلير. اذا الهدف الرئيسي انه انا بدي اوصل الايرجنت للابيكال بارت، والهدف الثاني انه اشيل الانترنال سيرفيس من الانفكتد دنتين، اذا بدي اشيل انفكتد دنتين واعمل ديليفري للايرجنت للابيكال بارت. فبالنهايه اذا انا حصلت على هذا الشكل اللي هو 25 6% في القنوات اللارج كانالز، ما في داعي اني اروح ل 30 6% و35 6%، لانه انا بدي اكون كونزرفاتيف في شغلي، ما بدي اعمل انسترومنتيشن واكون مبسوط على شكل الجتابيركا بعد الاوبتوريشن وهي ضخمه جوا الكنال، لكن في النهايه انا عملت صار عندي كومبرومايز توث ستراكشر. هاي شكل التيبرت كنال بعد تحضيرها، وهي شكل الزياده تيبر هون دي زيرو. دي زيرو اللي هو الدايمتر عند التب تبعت الفايل، هذا فايل 20، الرسمه هاي على فايل 20، عند دي 1 ال 20 بصير 22 في الفايلات اللي هي تيبرها 2%، بينما عند دي 1 بصير 24 في الفايلات اللي عندها تيبر 4%، وبصير 26 عند الفايلات اللي التيبر تبعها 6%. المحاضره يعني انا بطلب من الدكتور احمد نحراوي انه يخلي المحاضره مسيبه على الويب سايت عشان ترجعوا لها
وقت ما بدكم، لأنه أي سلايد فيه أرقام بتلاقي الواحد مش مركز كتير في الموضوع، لكن يوم ما يمسك المحاضرة لحاله يراجعها بيكون عنده الوقت الكافي إنه يراجعها. طبعاً نرجع للسلايد الثاني. تقريباً كل السيستمز الموجودة في الماركت عندها constant taper، يعني التيبر تبعها إذا حكى لك إنه التيبر تبع الفايل هذا 2% فهو 2%، إذا حكى لك 4% فهو 4% من عند التيب لنهاية الكاتينج بارت اوف ذا فايل. في عندنا سيستم وحيد تقريبا، او على الاقل على حسب معلوماتي، ما بعرفش اذا كان في نوع ثاني جديد، اللي هو البرو تيبر يونيفرسال سيستم. البرو تيبر يونيفرسال سيستم في عنده فاريبل تيبر مش كونستانت تيبر، يعني التيبر عند الابيكال بارت مش هو نفس التيبر اللي عند الميدل بارت او عند الكورونال بارت. والشكل هذا شكل البرو تيبر يونيفرسال مستوحى من شكل اللي هو برج إيفل في فرنسا. Which taper to use؟ يعني الآن عرفنا فكرة التابرز 2% 4% 6%، وزي ما حكينا السيستم الجديدة فيها كمان 3% و 5% و 7%. يعني على سبيل المثال البرو تابر سيستم الفايلات الفينيشينج فايلز في عندنا 7% 8% 9%. طب أنا التابرز كتير، شو أنا اللي بدي؟ يعني أنا طبيب ما بدي تحيرني، بدي تحكي لي زبدة الموضوع، استخدم في الكنال هاي استخدم الفايل هذا، وفي الكنال هاي استخدم الفايل الثاني، تمام؟ فبالمختصر المفيد، ما هي العوامل اللي بتحدد السايز والتيبر تبع الفايل اللي أنا بدي استخدمه؟ ما هي العوامل؟ According to the size of the canal before preparation، يعني قبل ما أعمل instrumentation، إذا كانت الكنال اللي عندي narrow canal ولونج كنال وكيرفت كنال، ما بنفع اجي استخدم فايلات تيبر 6%، ما بنفع، لانه اول حاجه بدي اعمل ريموف لكميه كبيره من الدنتين، بدي يكون في عندي ريسك اوف فايل فراكتشر. طب هي اوريدي نارو كنال، لو انكسر فيها فايل كيف بدي اتعامل معاه؟ بصعب المهمه على نفسي كتير كتير. واذا كان لونج كنال، إذا كانت لونج كانال، كل ما زاد اللينث معناته التيبرد الكبير بدي يعمل كاتنج للدنتين بنسبة أكبر، وبالتالي بدي أروح أنا للتيبرز الأقل اللي هي 4%. إذا كان كيرفت كانال برضو الـ 6% بيكون ريسكي. طيب نسيبنا من حكاية التيبر شوية. الأبيكال سايز، السايز نفسه لبريباريشن أبيكال سايز، يعني لما يجي نعمل الانسترومنتيشن للكانال، لا عند اي فايل اوصل، عند اي فايل اوصل، يعني بده يكون الماستر ابيك الفايل تبعي 25 ولا 30 ولا 35 ولا 40. زمان لما كان الشغل كله مانيوال، اغلب الكتب الموجوده تحكي لنا بدنا اول فايل يوصل الابيكس، اول فايل يوصل الابيكس نعتبره هو الانيشال فايل، وبعد هيك بدنا نوسع 3 files larger than the first file، يعني بدنا نعمل instrumentation بثلاثة sizes أكبر من السايز الأولاني. الآن لما إحنا صرنا في عالم الروتري endodontics والadvanced endodontics، وصار في عنا greater tapers 4% وصار 6% و7%، التيبر تبع الفايل التيبر الكبير صار يغني عن الأبيكال إنلارجمنت، الأبيكال إنلارجمنت. عشان ما نطولش كتير في هذا الموضوع، لقوا إنه مينيمم الأبيكال سايز مينيمم بده يكون 25 والتيبر. نرجع مرة تانية للسايز أوف ذا كانال، إذا كانت الكانال نارو معناته بستخدم أنا سايز 25 4%، إذا كانت الكانال وايد كانال اوريدي من الاساس وايد كانال بستخدم 25 6%. لو بدي ازود انا كمان سايز زياده مش حيضر كثير، لكن الدراسات الحديثه بتحكي انه هاي هذا السبيس اللي كرييتد باي ذيس فايلز سفيشنت تو ديليفر اللي هو الايريجنت للابيكال بارت. وطبعا هنحكي عن الايريجيشن بعد هيك وكيف نعمل له اكتيفيشن، ففيش داعي ان نروح للارجر size files أو larger tapers. أعتقد إنه هاي النقطة صارت واضحة،
واذا اي حدا بده يسال بعد هيك في الكومنتس اهلا وسهلا. الروت كانال تريتمنت بروسيجر بدنا الان البروسيجر. انا ما راح اعلمكم كيف بدنا نعمل الروت كانال يعني نمسك الروتري اندوموتر كيف نعمل الروت كانال تريتمنت، لكن بدي اركز على النقاط المهمه جدا والتي تساهم بشكل كبير في انجاح او رفع نسبه نجاح الروت كانال تريتمنت. ستيب 1، اول حاجه بدي يكون في عندي بروفاوند انستيزيا. لما بدي اجي اشتغل بدي يكون في عندي لوكال انستيزيا والافكت تبعها بدي يكون بروفاوند انستيزيا، لانه اذا السن او اذا المريض بيشعر بالم انت كطبيب حتكون متوتر وانت بتشتغل، لانه انت بدك تحافظ على صورتك الذهنيه عند المريض انه الطبيب هذا والله ايده خفيفه وما بوجعش في الشغل. تمام، طب ما انت الانستيزيا تبعتك مش افكتيف 100%، كيف بدك تشتغل؟ معناته انت راح تكون خايف وانت بتشتغل. اوكي، يكون في عندنا بروفاوند انستيزيا، بدك تستخدم كل انواع كل التكنيكس اللي بدك تؤدي بيك في النهايه الى بروفاوند انستيزيا. يعني اذا كان السن انديكيتد نعطيه بلوك نعطي بلوك، اذا مش افكتيف بدنا نروح لتكنيك اخرى، يا بتغير مكان النيدل يا اما بتعطي اكسترا سبليمنتري يعني انجكشن، يا اما بدك تروح للانترا ليجامنتري او انترا اوسياس او انترا بلبل. المهم بالنهايه قبل ما تبدا تعمل انسترومنتيشن او تعمل حتى تفتح الاكسس كافيتي بده يكون في عندك بروفاوند انستيزيا باي طريقه كانت. هناك طرق عديده جدا للانستيزيا بحيث انه نشتغل واحنا مرتاحين والمريض مرتاح. يعني بالنهايه اعتبر انه انت اللي قاعد مكان المريض والمريض هو اللي بده يشتغل لك. تتحمل انه حدا يقلمك زي هيك؟ اكيد لا. الخطوه الثانيه الرابر دام ابلكيشن. الرابر دام يا جماعه يا حبايب، الرابر دام مش اكسسوارات او شيء للزينه بدنا نحطها، شيء اساسي جدا في علاج عصب الاسنان، اساسي جدا. الرابر دام له مزايا يعني اكثر مننا من نحصيها. احنا بنعمل ابلكيشن للرابر دام اف ذا توث داز نوت نيد بيلد اب، بمعنى انه لما احط الكلامب على السن بمسك الكلامب في السن بحط الرابر دام وبشتغل ببدا اعمل اكسس كافيتي. في حالات بضطر احط فيها الكلامب بعد ما ابدا اكسس كافيتي. الان انا في عندي طبعا انا من مؤيدين انه بعد ما احط الرابر دام اعمل اكسس كافيتي مش بالبدايه، لكن احيانا انا بعمل شغله انه بعطي انستيزيا للمريض وقبل ما احط الرابر دام ببدا اعمل دريلينج ثرو دنتين. ايش الهدف من هاي الخطوه؟ الهدف منها انه اعرف انه الانستيزيا افكتيف ولا مش افكتيف، يعني المريض خلص مخدر كويس او لا. قبل ما اعمل دروب جوا البلب تشامبر خلص المريض انا متاكد انه مش حاسس بروح بحط الرابر دام. لانه لو انا حطيت الرابر دام وبديت اعمل دريلينج وصار في عندي بين يعني البينفول ريسبونس، المريض حاسس بالم وبدي اضطر اعطي انستيزيا مره ثانيه، في الغالب بدي اضطر اشيل الرابر دام كلها وبعدين اعطي انستيزيا وارجع اركبها مره ثانيه. فمن البدايه اعطي انستيزيا وبعدين لما تشعر انه الافكت على الانستيزيا بلش بتعمل دريلينج ثرو دنتين. اذا المريض مش حاسس خلاص بتركب الرابر دام وانت مطمئن. الكيرز ريموفال، هاي النقطه كثير راح اركز عليها كثير وححكي لكم السبب. Before rubber dam application if tooth needs build up بدك تعمله build up. يعني هذا السن اللي احنا شايفينه اللي هو اللور 7 في عندنا extensive cares. لربما لما اجي احط الرابر دام او احط الكلام بالذات ما يكونش retainable الكلام، فبدي اضطر اعمل cares removal واعمل build up للسن. خطوه الكيرز ليش انا بدي اركز عليها؟ في كثير من الزملاء طبعا انا يعني بشكل شبه يومي او على الاقل في الاسبوع 3 أو 4 أيام بيجيني استشارات على الانبوكس، دكتور احنا عملنا كل شيء صح عملناه اكسس كافيتي وعملنا انسترومنتيشن وحددنا الوركينج لينث بالملي بالابكستوكيتر بالاشعه وعملنا انسترومنتيشن واول جلسه سكرنا السن، بمجرد ما يتسكر السن ثاني يوم ثالث يوم المريض بيبدا يحس بالم شديد، بنرجع نفتح بنعمل الخطوات من جديد بنسكر السن بيرجع المريض يشكي مره ثانيه. احيانا بحول الحالات احيانا بشوف المريض الدكتور والمريض نفسه مع بعض، تمام، بقول له تعال خلينا نشوف ايش الخلل في الموضوع، اذا انت كلامك كل اللي بتحكيه صحيح معناته المفروض المريض ما يشكي ابدا. ف
فبنيجي بنفت بمجرد ما نشيل التمبوراري فيلينج بتطلع القطنه وبيطلع تحتيها المنظر اللي احنا شايفينه، بيكون عامل اكسس كافيتي سمول اكسس كافيتي ثرو كاريس دنتين اوكي، وضاير الكيرز على جميع الوولز اللي موجوده، وحط القطنه وحط التي اف عليها رغم انه الكنالز كانت نظيفه، لكن ما انتبه الى موضوع انه الكاريس دنتين ليش صار كاريس؟ لانه في بكتيريا، والبكتيريا هي الاساس في البلب ديسيز اللي موجود عندنا، فهو ما شاري الكوز، الكوز عباره عن انفكتد كيرز، ضل الانفكتد كيرز جوا الاكسس كافيتي، جوا الاكسس كافيتي، وبالتالي هو بسكر على انفكشن. فلذلك لما احنا بدنا نعمل اكسس كافيتي الخطوه رقم واحد انه بدنا نشيل الكيرز. لما يكون في عندي هذا الشكل بدي اعمل اوسع الاكسس كافيتي، الهارد انامل تنشال بالهاي سبيد بيرز، السوفت دنتين انا بفضل انه نستخدم الكاربايد بير على اللو سبيد لانه سيف ومور افيشنت وبشيل الكيرز بشكل صحيح تماما. الان انا بدي اورجيكم الافتر كيرز ريموفال، بده يكون الشكل عندنا زي هيك، يعني الريميننج دنتين، الريميننج دنتين بده يكون هارد دنتين وكلين دنتين، بده يكون كلين بحيث انه لو انت مشيت البروب عليه على الدنتين، انا بحكي على الوولز طبعا، على الوولز بده يكون هارد وكلين دنتين. طبعا الصوره هاي اللي موجوده مش هي نفس الاسنان اللي بدنا نعملها اكسس كافيتي، بس انا جبتها لانه عجبني نظافه الدنتين اللي موجوده قبل ما ندخل على البلب تشامبر. انت لما يكون في عندك سن زي اللور 7 هذا بدك تنظف كل الكيرز اللي موجود على الوولز بالبدايه، على الوولز بالبدايه، وانا بفضل انه قبل ما تدخل جوا البلب تشامبر انك تعمل اريجيشن للكافيتي بصوديوم هايبوكلورايت عشان تخفف اللود اوف بكتيريا، بحيث انه بعد ما نعمل اكسبوجر وندخل جوا البلب تشامبر يكون اللود اوف بكتيريا قليل، مش انه احنا نعمل اكسبوجر ونعمل نزود الكونتامينيشن للبلب اللي موجود. اكثر مناطق بصير فيها فيلير بعد هيك للريستوريشن اندو اللي هي البروكسيمال بارتس، البروكسيمال بارتس ممكن احنا ننظف الكافيتي كلها كويس، لكن عند البروكسيمال بارت او البوكس هذا بضل في عندنا سوفت دنتين. لما نكون بدنا نعمل فيلينج اعتبر انه من هنا تاتي الهزيمه، الفيلينج بصير لها فيلير من هذه الاماكن خاصه الكومبوزيت، خاصه الكومبوزيت. طيب لو عملناها اندو وما نظفناش هذا المكان يكون هذا المكان مهيئ بعد هيك انه يصير في سكندري دنتين ويصير في عنده عندنا كورونال مايكرو ليكج، والكورونال مايكرو ليكج من احد او احد اهم الاسباب اللي بتؤدي الى الفيلير وبتعمل سكندري انفكشن. فدائما لازم نركز تماما على منطقه البروكسيمال اريا وتكون في عندنا تكون ساوند او تكون هارد وتكون كلين. بيلد اب، اذا السن محتاج بيلد اب فنعمل له بيلد اب قبل ما نعمل اندودونتيك تريتمنت. وهذا السلايد انا بصراحه لما اوصله اشعره بالحزن. ليش؟ بدي احكي لكم القصه القصيره المؤلمه الاتيه. السن اللي احنا شايفينه بالصوره هذا سن العبد الفقير الى الله، سني لور ليفت 6، لور ليفت 6 في امالجم فيلينج، والامالجم فيلينج ساعه الصوره هاي كان تقريبا لها اكثر من 20 سنه. More than 20 years with this amalgam filling. خلال العشرين سنة يمكن تغير الأمالجم مرتين أو بالكثير إذا كنت فاكر يعني يمكن مرتين أو ثلاث مرات تغير الأمالجم. في آخر فترة قبل الصورة هاي ثلاث سنوات صار في عندي صعوبة جدا في البايت لهذا السن، يعني صار السن tender to bite. على البركشن أي مشاكل، على البالبيشن ما في أي مشاكل، على الكول تيست نورمال. المشكلة الوحيدة فقط على البايت، يعني لو أكلت عليه هارد أوبجكت بيصير في عندي بيصير تندر أو بيصير بينفول، فمباشرة بفتح ما أقدرش أضغط عليه كتير. فهاي العملية استمرت تقريبا إلى ثلاث سنوات، وأنا عارف طبعا مشخص حالي، مشخص إيش اللي عندي بالضبط، وبأتهرب من التريتمنت. تمام. في النهاية قررت أحط حد للإشاعات وأعمل السن. طبعا اللي شجعني هذا الرجل أكيد كلنا عارفينه أو أغلبنا عارفينه، الدكتور فادي خفش
في أول زيارة له إلى قطاع غزة. طبعا هو دكتور فادي دكتور فلسطيني من رام الله من الشق الآخر من فلسطين، لأنه إحنا بتعرفوا البلد فيها يعني بحكم الاحتلال منقسمة إلى جزئين، رام الله أو عفوا الضفة الغربية وقطاع غزة. فهو من الضفة الغربية تمكن بعد محاولات كبيرة أنه يأتي إلى قطاع غزة، ولما إجا مشكورا عمل طفرة كبيرة في الأدهيسيف دينتستري في الكومبوزيت بالذات الكومبوزيت فيلينج، فالكونسبت كلها تغيرت عن الكومبوزيت. فصرت أنا كإندودونتست مقتنع أنه الكومبوزيت ما بيعمل نيكروسيس للبل، الكومبوزيت حاجة كويسة كتير، حاجة حلوة كتير، بس تكنيك سنسيتيف، لازم تكون فاهم شو اللي بتعمله بالضبط وإيش وتشتغل صح. طبعا جميل جدا أنه يكون لك صديق زي الدكتور سعد وخلف. احنا كلنا أطباء أسنان، كلنا إخوة، كلنا حبايب، وكلنا زملاء، لكن دكتور سعدو الانتيم تبعي في أشياء كثيرة، يعني بشوفه كنت في فترة معينة كنت بشوفه أكثر من زوجتي وأولادي على مدار اليوم. فمباشرة دكتور سعدو في عندي واوا حاضر، فهو دكتور سعدو اللي اشتغل السن. طبعا أنا حكيت له الهيستوري، وأنا وياه متوقعين أنه بعد ما نشيل الأمالجام شو راح نلاقي. بالفعل أول ما أعطينا لوك أنستيزيا وشلنا الأمالجام لقينا كراك، يعني visible by naked eye، بالعين المجردة شايفين الكراك. فيعني احنا الاثنين كنا زعلانين على اللي شايفينه. نظف الكيرز بحيث انه ضل هارد دنتين، هارد دنتين، ويعني almost قريب من انه يصير في عنا exposure، في تقريبا قرب يصير في عنا exposure. فكان يصور لي خطوة بخطوة، يا عمي والله I trust you، انا يعني أثق فيك تماما، لا لازم تشوف أنت كإندودونتست، لازم تشوف بعينك إنه إحنا قربنا نعمل إكسبوجر. لكن بخلص بدنا نعمل دايركت كومبوزيت فيلينج ونتوكل على الله ونشوف إيش بصير معنا بعدها. هاي الفاينل ريزلت تبعت الدكتور سعدو، فنان الريستوريشنز. طبعا الدكتور سعدو هو بيريودونتست أصلا، اختصاصي مناضل اللثة، لكن من الأطباء البارعين في الكومبوزيت ريستوريشن. وأنا طبعا بحب يعني بفتخر بأنه الآن في الأوقات الحالية في قطاع غزة لا يخلو شارع من طبيب أسنان بارع، وطبيب أسنان بيشتغل بالرابر دام إيزوليشن. زي ما احنا شايفين الرابر دام صارت إشي أساسي جدا في قطاع غزة عند أغلب الدكاترة الموجودين، ويعني أعداد كبيرة جدا من الأطباء البارعين في الكومبوزيت ريستوريشنز وفي علاج العصب أيضا. فهي كانت النتيجة النهائية بعد ما خلصنا الكومبوزيت ريستوريشن. بعد سنتين كما يقول عادل الإمام، بعد سنتين بيفتح السمكة ملقاش الخاتم. بعد سنتين من الأمور تمام. طبعا أنا بدي أذكركم مرة تانية أنه أنا إلي 3 سنوات بأكلش على السن نهائيا. بعد ما عملنا ريستوريشن مباشرة صار السن فانكشنال زيه زي أي سن تاني. لكن بعد سنتين كنت أنا موجود في مصر، بدأت أشعر بأعراض مرة أخرى على نفس الأعراض السابقة اللي هي على البايت في بين، وما فيش أي سيمتومز نهائيا إلا هاي الأعراض. فأنا قررت من نفسي إنه هذا السن بدنا نعمل له إندو خلاص. التوث لايف سايكل تبعت التوث وصلت لمرحلة إنه لازم نعمل إندودونتيك تريتمنت. كنت أيامها أنا في مصر موجود في دمياط، تواصلت مع صديق عزيز كان صديق فيسبوكي لكن بعد هيك أصبح صديق شخصي، يبعد عن موجود في القاهرة، يبعد عن دمياط تقريبا 5 ساعات، اللي هو الدكتور القدير اللي كلنا بنعرفه أكيد دكتور وليد الكردي. رحت للدكتور وليد، دكتور وليد أنا السن هذا مشخص حاله وبدنا نعمله إندو. أنا ليش طبعا أصريت إنه دكتور وليد أو سبيشاليست في إندو، لأنه أنا عندي بري أوب راديوغراف، ما فيش عندي بالب تشامبر، very receded pulpit chamber، لأنه في عندي large restoration مسبقاً وانعملت تكررت عدة مرات، والآن وصلنا لمرحلة إنه crack tooth، فخلاص ما في مجال إلا نعمله endodontic treatment. 5 ساعات مواصلات في نهار رمضان رحت له، فالرحلة كانت رحلة عذاب زي ما بيحكوا، لكن في النهاية when you trust someone you can go for يعني hundreds of kilometers. فرحت للدكتور وليد على كرسي الأسنان. طبعا أنا ليش كمان أصريت أني بدي أعمل السن إندو، رغم أنه يعني
يعني ما فيش بين، ما في بين، لكن انه خلاص على البايت ما بقدرش. كنت حابب اجرب شعور طبيب الاسنان خاصه الاندودونتست، انه كيف شعورك انت كبيشنت، لانه انا الحمد لله رب العالمين ما في سن ثاني غير السن هذا معمول اندو. فاصريت انه نعمل اندو. الدكتور وليد مشكورا ساعتين ونص اندر مايكروسكوب وهو بيعمل في الاندودونتك تريتمنت عشان تطلع الريزلت زي اللي احنا شايفينها بالصوره، والحمد لله مشت الامور. ومن اليوم التالي مباشره صار السن فانكشنال وصرت اكل عليه تمام. بعد شهر الدكتور وليد بتصل علي على او على الفيسبوك تقريبا ماسنجر، بعت لي دكتور محمد اخبار السن ايه؟ ما كلمتنيش. بعد شهر تقريبا، فانا بالضبط كنت شكلي زي شكل الاخ اللي في الصوره هنا، مش عارف اجاوب، احكي له ما اقول له ما اقولوش، يا ابني اتكلم قول. فانا للاسف الشديد، للاسف الشديد رغم انه السن فيه كراك ونعمل اندو، فالمفترض انه immediately after root canal treatment اعمل له كراون، بس انا كنت في مصر في رمضان وفتره مؤقته ومسافر على الاردن بعد هيك، فقلت خلاص بعد رمضان ان شاء الله مباشره اعمل له كراون. لكن لم يمهلني القدر والسن صار فيه فراكتشر في اللينجوال سايد، والفراكتشر للاسف الشديد كان سب لينجوال، يعني بمعنى انه انا لو بدي احكم عليه، مش لو بدي، هو لازم احكم عليه انه نن ريستور للاسف الشديد. فالدكتور وليد بالضبط كان شكله هيك، يعني انا مش شايفه طبعا، بس انا شايف التكست هو بكتب، وديني لو شفتك لموتك، وهيك بالضبط كان شكله. ساعتين ونص هو بيشتغل في السن والاندودونتست، يعني الدكتور والبيشنت اندودونتست، وفاهمين الاثنين انه السن هذا لازم ينعمل له كاسب كفرج مباشره او فول كراون مباشره، لكن الاهمال يؤدي الى هذه النتيجه. طبعا انا كنت في دمياط، رحت للدكتور اللي انا بتمنى انكم كلكم تعرفوه، دكتور زمان بيحكوا كان الزمن الجميل، ناس في الزمن الجميل كانوا ناس طيبين. الدكتور اللي في الصوره هنا من الناس الطيبين جدا 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 جدا، دكتور هاني اللبان نقيب اطباء الاسنان في دمياط، علم من الاعلام، دكتور قدير جدا، وانا بتمنى انه كلنا نعرفه. رحت للدكتور هاني، دكتور هاني السن الهيستوري تبعه باختصار كذا كذا كذا، والتريتمنت بلان اكستراكشن، بس انا التريتمنت اللي موجود حاليا او اللي انا بطلبها ما يطلبه المريض، انه لو سمحت بس شيل لي الموبايل بارت اوف ذا توث اللي هو لينجوال بارت، وحط لي مكانه جلاس انمر في الكافيتي وخليه، بدي اعتبره انا بدي اعتبره هيك سبيس مينتينر لغايه ما يعني تروح مني الصدمه، واعمل له اكستراكشن وامبلانت. فلما شال الجزء الموبايل كان بالضبط زي هيك، هذا طبعا مش كل كراون بس انا مصور من جهه واحده، هذا اللينجوال بارت، وهي جزء زي ما انتم شايفين جزء من الروتس طالع مع الكراو. فعلى الصوره هيك بدون ما اشوف السن او بدون ما انت تشوف السن اكيد راح تحكوا نان ريستورابل، لكن صار له سنه كامله تقريبا، هي احنا داخلين على رمضان حاليا، وهي السن موجود وفانكشنال لكن اوت اوف اوكلوجن، يعني محطوط فيه جلاس انمر اوت اوف اوكلوجن، فهذا كسل مني. لكن السن لو بدنا بشكل صحيح بشكل علمي بده اكستراكشن وامبلانت. طيب الاكسس كافيتي، الاكسس كافيتي هو جزء من اهم اجزاء روت كانال تريتمنت، وانا بعتبر اي واحد فينا يشوف اكسس كافيتي بتفتح النفس بهذا الشكل راح يصير في عنده نفس يشتغل اندو. لكن لو واحد فاتح اكسس كافيتي بهذا الشكل الثاني كله، يعني في الكومبرومايز توث بليدنج، الرؤيه مش واضحه تماما، ما فيش ربر دام، يعني اكيد اكيد نفسيا زي ما احنا حكينا بالبدايه نفسيا ما راح يكون مبسوط وهو بيشتغل عنده بهذا الشكل. فالشطاره فيك كطبيب انك تحول هذا الشكل للشكل الثاني، بدك تشيل السوفت تيشو، تعمل ستوب للبليدنج، تعمل بيلد اب للسن. ما بدي اطلب منك اورثودونتيك باند زي اللي كانت موجوده في سن سابق، لا، بتحط كوتون بيلت جوا البلب تشامبر وبتعمل عليه ريستوريشن بجلاس انمر. الجلاس انمر ما بدي اياك تعملها كارفينج وتكون 100%، لا، هي الشغله هي احنا بنحطها بشكل تيمبوراري بحيث انه يصير لها كويك سيتنج وتفتح اكسس كافيتي ثرو اوكلوزال سيرفيس تمام، وتشتغل اندو. واليوم ما بدك تيجي تعمل البيرمنت ريستوريشن، بتشيل الريستوريشن اللي حطيتها وبتعمل بوست وكور وبتحط كومبوزيت او بتعمل اللي بدك اياه، بس على الاقل اثناء الروت كانال تريتمنت لازم يكون عندك بيلد اب، يكون في عندك اكسس كافيتي بهذا الشكل. اذا كان عندك بهذا الشكل بتكون انت نفسيا مبسوط وانت بتشتغل.
احنا بنعرف انه الوركينج لينث هو المسافه ما بين الاوكلوزال سيرفيس لغايه الابيكال كونستريكشن، هذا كله اسمه وركينج لينث. تمام، الوركينج لينث بيشمل الجزء من اللينث اللي موجود جوا الكراون. شو انا بقصد من هذا الكلام؟ بقصد لما انت تكون عامل بيرفكت اكسس كافيتي، طب ما هو انت تقريبا خلصت ثلث الوركينج لينث من خلال الاكسس كافيتي بدون فايلات، يعني خلصت ثلث المسافه، منظفها 100% لانك شايفها بعينك، كمان شايفها بعينك، وضايل بس التو ثيردز اوف وركينج لينث اللي هم من عند الاوريفيس لغايه الابيكال فوريمن او الابيكال كونستركشن. في تركه بسيطه هيك بدي احكي لكم اياها عن انواع الميرورز، بما اننا بنحكي عن الرؤيه الواضحه. الميرورز في عندنا نوعين، هذا النوع الكبير اللي شايفينه بالصوره هو اغلبنا بيستخدم هذا النوع، تمام، لكن في للاندو بالذات في ميرور ثانيه بنسميها فرونت سيرفيس ميرور. هاي كتير بتفرق في وضوح الرؤيه، هي ما بتكبر طبعا، مش تكبير، لكن وضوح الرؤيه فيها بالنسبه للاندو افضل بكتير من الميرور العاديه. ايش الفرق بينهم؟ انه الفرونت سيرفيس ميرور الريفلكتنج سيرفيس السطح العاكس بيكون على الفرونت بارت اوف ذا ميرور، بمعنى انه لو جبنا البروب هذا وحطيناه مباشره على الميرور ما بيكون في سبيس ما بين الميرور وما بين الايمج تبعته، اوكي، بينما على الميرور الثاني لو حطينا البروب على السيرفيس تاعتها راح يكون في مسافه ما بين الجسم وصورته. ليش؟ لانه السطح العاكس في الميرور هاي موجود خلف الجزاز، هنا في عندي جزء سميك وخلفه من تحت في سطح عاكس. هذول التنتين بيفرقوا عن بعض كثير في الرؤيه. الميرور العاديه هاي بعد ما نعقمها كذا مره في التعقيم بتصير القطعه الزجاجيه الخارجيه مغبشه، مهما تحاول تنظفها ما بتنظف، بينما الفرونت سيرفيس ميرور كثير بتفرق. فهاي انا بفضل تكون موجوده معاكم في الاندودونتيك تريتمنت. الاوبجكتيفز اوف اكسس كافيتي، لايش احنا بنعمل اكسس كافيتي؟ شو الاهداف منها؟ الاكسس كافيتي الهدف منها لازم يكون ستريت لاين اكسس، بمعنى انه الفايل لما يدخل جوا القناه بده يكون بشكل ستريت موازي لللونج اكسس من عند الكورونال سيرفيس لغايه نهايه القناه، او على الاقل لعند بدايه الكيرفيتشر لما يكون في عندي كيرفيتشر. الهدف الثاني من الاكسس كافيتي انه ايدنتيفيكيشن اوف اول كانلز، من خلال الاكسس كافيتي لازم اطلع كل الكانلز اللي موجوده. احنا اليوم في عندنا على منتديات اطباء منتديات الاسنان المختلفه خاصه الاندو فورم بيكون في ناس بتفضل تعمل اللي هو النينجا اكسس كافيتي او يعني كونزرفاتيف اكسس كافيتي، يعني على عيننا وراسنا من فوق، بس هاي مش اي واحد بيعملها، يعني واحد لسه في بداياته في الاندودونتكس ما راح يقدر من خلال هاي الاكسس كافيتي الصغيره انه يلاقي كل الكانالز، وبالتالي شيء مهم جدا حيصير له ميسنج اللي هو انا ممكن الاقي قناه او تنتين الباقيين ما راح الاقيهم. بيكون في عندي ستريس على الفايلز اللي بشتغل فيها اندودونتكس. يمكن الناس اللي بيعملوا هيك ما بتفرق معهم كثير لانه بيستخدموا سنجل يوز للفايل وبكبوه، لكن انا بفضل في البدايه انه نعمل اللي هو الكونفنشنال اكسس كافيتي. برضو من اهم مبادئ الاكسس كافيتي انه كونزرفيشن اوف توث استراكشر، عشان انا بدي اوسع اروح انا مدمر السن كله، فلذلك لازم يكون سدده وقاربه. اكسس كافيتي اوف ماكسيلاري سنترال انسايزرز، السنترال انسايزرز او الاسنان الاماميه بالعاده الاكسس كافيتي بتكون من اللينجي سايد، في بعض الحالات بيكون من الانسايزال بارت او حتى من الفاشيال سايز او الليبيال سايز في بعض الحالات، لكن بالعاده بيكون من اللينجوال سايز اللينجوال سايد. بدايه الاكسس كافيتي بيكون البير تبعي بيربندكولار على اللينجوال سيرفيس بيربندكولار، بدي ادخل 1 تو 1.5 مليمتر جوا الانامل، وبعدين اغير اتجاه البير يصير بارالل لللونج اكسس، يعني بالبدايه بده يكون متعامد وبعد هيك بده يصير موازي لللونج اكسس للسن. طبعا ليش انا بدي اغير الانجوليشن؟ لانه لو ضليتني ماشي عدل هيك بيربنديكولار راح اعمل بيرفوريشن في الليبيال سيرفيس. الخطوه الثانيه حكينا بعد ما كان بيربنديكولار بده يصير بارالل.
لوين بدي اضلني ماشي بارالل لغايه ما اشعر بالدروب ان. شعور الدروب ان معناته انت كالفايل او البير تبعك كان فيه ريزيستنس وانت بتعمل كاتنج او دريلينج ثرو انامل اندنتين، وفجاه بصير له دروب ان، يعني بصير ما في ريزيستنس، بيدخل فيه سبيس فاضي. السؤال، هل كل سن بدي اعمل له اكسس كافيتي لازم اشعر بشعور الدروب ان؟ اكيد لا. طب كيف بدي اعرف انه حيصير فيه دروب ان او مش حيصير دروب ان؟ من خلال البري اوب اكس راي. يعني ما تفتح اكسس كافيتي، ما تفتح اكسس كافيتي قبل ما يكون في عندك بري اوب اكس راي. في هذا السن لو احنا شايفين التو مولارز هذول في عندنا فيري هيوج بالب تشامبر، وبالتالي من اي نقطه على الاوكلوزال سيرفيس حتدخل حيصير في عندك الدروب ان بالنهايه. على النقيض تماما لو طلعنا على الفيرست مولر، هذا الفيرست مولر تقريبا ما في عندنا بالب تشامبر، هاي البالب تشامبر الموجود، هذا البالب تشامبر، يعني الفلور جنب الروف مباشره، الروف والفلور جنب بعض تقريبا، وهي بالب هورن صغير. طب شو هذا الكبير؟ هذا عباره عن كيريس، اكستنسيف كيريس او كيريس ليجن كبيره. بمعنى لو اجيت انا اعمل اكسس كافيتي ثرو اوكلوزال سيرفيس هون راح اشعر بدروب ان، بس الدروب ان اللي موجوده مش في البالب تشامبر، حتكون في الكيريس. يعني لو مشينا مع السهم انا عملت دروب ان دخلت بالكيريس ليجن، انا طبعا شايف هون لاني بشتغل على ايمج، بس في السن الحقيقي انت عملت دروب ان ومبسوط بس انت مش شايف وين البير رايح. لذلك لازم تكون مركز جدا في صوره الاشعه اللي هي قبل الشغل. لو انت استمريت في الدروب ان بهاي الطريقه راح تلاقي حالك طالع برا السن نهائيا وعامل برفوريشن وطالع برا حدود السن. لذلك الدروب ان هو مبدا احنا درسناه وكلنا بنعرف عنه، لكن لازم نعرف متى ممكن نشعر فيه ومتى مش لازم نشعر فيه. بعد ما نعمل دروب ان وندخل جوا البلب تشامبر بدنا نعمل ديرو كومبليت ديروفينج للبلب تشامبر. هنا في عندنا اكسس كافيتي مفتوحه، البروب هذا انا بحبه كثير، البروب في عندنا جزء بالاخر التب تبعته زي عامله زي 90 تقريبا 90 درجه، هذا بروح بدخله انا جوا البلب تشامبر، جوا البلب تشامبر، بعدين بعمل ويذدرول، يعني بسحب لبرا بسحب للخارج وبشوف اي شيء بيعمل كاتش المفروض اني اعمل له سموثي. بناخذ الاكسس كافيتي على الاشعه كيف ممكن تكون، هي السنترال انسايزر مفتوح بعد ما عملنا اكسس كافيتي وعملنا دروب ان، هي دخلنا جوا البلب تشامبر، اوكي احنا فتحنا اكسس كافيتي وعملنا دروب ان، لكن ما لسه ما عملنا اللي هو الكمبليت دي روفينج. بمعنى لو طلعنا هون في عندنا اللي هو اللينجي والشولدر في الانتيريور تيث، وفي عندنا الباقي الروف، لازم نعمل كومبليت دي روفينج عشان يصير في عندنا ستريت لاين اكسس. يعني هون احنا فتحنا الاكسس كافيتي بس بدون ما نشيل اللينجي والشولدر وبدون ما نعمل دي روفينج، فالفايل كان جاي بشكل مائل. يوم ما احنا شلنا اللينجوال شولدر وعملنا كومبليت دي روفينج صار ستريت لاين اكسس، وبالتالي انا بعمل انسترومنتيشن بشكل سيف وما راح يصير في عندي فراكتشر للفايل وما راح يصير في عندي ابيكال ترانسبورتيشن. الاكسس هناك فرق جوهري وفرق رئيسي جدا ما بين الابر انتيرير تيث وبين اللور انتيرير تيث. اكيد كلكم عرفتوه او متوقعين شو اللي بدي احكيه، انه اللور انتيرير تيث خاصه السنترال واللاترال انسايزر فيهم تقريبا نسبة 40% تو كانالز، 40% نسبة ليست قليلة أبدا. إحنا لما نحكي 40% يعني قريب من النص في عنا تو كانالز. أول ما نفتح الأكسس كافيتي حنلاقي المين كانال، المين كانال بتكون سهلة لأنه جاية في السنتر وواسعة وما فيها أي مشاكل. طيب الإكسترا كانال، أنا ما بحكي ليترال كانال ولا أكسسور كانال، بحكي إكسترا كانال، يعني كانال كاملة، كانال بشدها وقدها. وين ممكن الاقيها؟ في الغالب بتكون او يعني بشكل شبه دائم بتكون في اللينجوال سايد، في اللينجوال سايد. يعني لما تلاقي المين كانال بدك تعمل سيرش على الاكسترا كانال في جهه اللينجوال سايد. وهي انتيرير تيث. طبعا عشان اكون انا واضح جدا، اغلب ان لم يكن كل الايميجز اللي انا جايبها في الصوره من جوجل، يعني مش تبعتي انا للاسف الشديد، فقدت كنز استراتيجي اللي هو الارشيف تبعي في موبايلي، كان وكل شيء على الموبايل وضاع، وانا مش كثير خبير في استرجاع المعلومات اللي ضاعت.
فهي شغلات كلها من النت، لربما تمر على واحد فيكو صورة تكون الحالة إله هو اللي اشتغلها. فأنا يعني بعتذر أو بستأذن بشكل متأخر من أصحاب الصور إذا كان في حدا شاف صورة شغله. هاي شايفين lower anterior teeth قديش في عنا أسنان فيها extra canals. posterior teeth، posterior teeth في عنا شغلة حلوة بالنسبة للlower posterior teeth lower molars. في عنا حاجة مسميها laws of symmetry، يعني قوانين التماثل. قوانين التماثل هاي إذا كنت أنت عارفها نظريا يوم ما تيجي تطبق عمليا على السن راح تلاقي إنه سهلت عليك أمور كثيرة. قوانين التماثل إيش هي؟ في قوانين تماثل عن عدد القنوات، عدد القنوات في المولرز، يعني هل هم هيكونوا ثلاثة ولا أربعة؟ هذا ببين معي بعد ما أفتح الأكسس كافيتي وأدخل جوا البلب تشامبر، تمام؟ وفي قانون قوانين أخرى بتحدد لك أماكن الأوريفيسز، أماكن الأوريفيس. يعني هي مش الفكرة مش إنه بدك تفتح حجرة لبية، مش بدك تفتح حجرة لبية تعتبر إنه هاي الغرفة هيطلع فيها أوريفيس في قاع الغرفة اللي هو الفلور، تمام؟ اوكي، ما احنا كلنا عارفين انه فيه، بس لازم تكون عارف الاماكن بالتحديد وين اماكنها عشان ما تعملش بيرفوريشن. احنا طبعا بنحكي على الاسنان اللي بيكون فيها نارو كانالز او الاورفيس تقريبا مش مبينه. اما اذا كانت الاورفيس واسعه والبيشنت نفسه عباره عن تشايلد بيشنت، يعني لسه البلب تشامبر كبير والكانالز كبيره، هاي ما راح تواجهوا فيها اي مشاكل. انا بحكي على الاسنان اللي بتكون فيها نارو كانالز. طيب الفيرست لو اوف سيمتري ايش بيحكي؟ بيحكي except for upper molars، يعني يستثنى من ذلك الـ upper molars. كلامنا عن الـ lower molars. الـ canal orifices are at equidistant from line drawn in a mesiodistal direction through the floor of the bulb chamber. نروح للصورة عشان نعرف الكلام هذا ايش بيحكي. بمعنى انه الان هذا الـ occlusal surface تبع lower molar سواء كان 6 او 7، وهذا اللي عند الميم اللي هي الـ mesial surface الأنسي، والدال هي الدستال الوحشي. بحكي لك لو انت رسمت خط وهمي، خط وهمي بين الميزيال والديستال سيرفيس في السنتر تبع التوث، في السنتر اماكن القنوات راح تكون على مسافه، على مسافه متساويه من الخط الوهمي. بمعنى انه الميزيال في 2 كانالز، وكلنا بنعرف انه في 2 كانالز ان لم يكن 3 كانالز. احنا نمشي مع الغالبيه اللي هو 2 كانالز. ال 2 كانالز بده يكونوا على مسافه متساويه من الخط الوهمي. بمعنى هاي الميزيو بكل، هاي الميزيو لينجوال جايين على مسافة متساوية من الخط. بالنسبة للديستال إذا كان الأوريفيس جاي على الخط بالضبط فهي قناة واحدة، ما فيش داعي تغلب حالك كتير وتروح تحفر السن كتير بكلي أو تحفر ديستالي وانت بتدور على كنال تانية. يعني إذا لقيت إنه الثلاث قنوات عاملين شكل مثلث هيك اعرف في الغالب إنه 3 كنالز. لو كنت عاد سيء الحظ وامك مش دعيالك بتكون الكنال الواحده من جوا متفرعه على 2 كانالز، هاي لا بعرفكم ولا بتعرفوني، يعني خذها من قصيرها واعمل ريفير تو سبيشاليست، تمام؟ لكن انا بحكي على الخارجيا القنوات بشكل متماثل زي ما احنا شايفين. يعني لو وصلنا القنوات مع بعض حيدينا مثلث متساوي، لا مش متساوي الاضلاع، ايش بنسميه هذا المثلث؟ متساوي الساقين، تمام؟ هذا القانون الأول. القانون الثاني من قوانين السيمتري بيحكي لنا على نفس اللي كنا بنحكي فيه except for upper molar، يعني استثني الـ upper molars كان الـ orifices lie on a line perpendicular to a line drawn in a mesiodistal direction across the center of the bulb chamber floor. بمعنى إنه نفس الصورة اللي شفناها قبل شوية، هذا الديستال وهذا الميزل وهي الخط الوهمي بينهم، القنوات احنا حكينا على مسافة متساوية من الخط الوهمي، وبنفس الوقت على خط متعامد. يعني لو انا وصلت القناتين مع بعض بدي يكون خط متعامد على الخط الوهمي. هون طبعا قناة واحدة جاية على الخط الوهمي مباشرة، لكن لو كانت هون لازم الاقي قناة تانية هون وتكون على خط متعامد على الخط الوهمي. هاي قوانين التماثل. في law of color change. color change simply الفلور اوف بلب تشامبر، الفلور بيكون اغمق يعني داركر ذان الوولز. اطلع في الكلر تبع الوولز والكلر تبع الفلور راح الاقي انه الوول لونها فاتح بالنسبه للفلور. هاي الصوره للدكتور لما بيكون بدور على
الأورفيس تبع الام بي 2 بندخل الحبل في فتحه المخيط او الابره. وانا لما بشوف الصوره هذه بتذكر الممثل احمد حلمي، ما بعرف ليش، يمكن نظاراته زي نظارات احمد حلمي. طيب الفيرست لو اوف اوريفيس لوكيشن، احنا حكينا عن التماثل، بدنا نحكي على اوريفيس لوكيشن، مكان الاوريفيس بالضبط. ايش بيحكي القانون؟ الفيرست لو اوف سيمتري بيحكي the orifices of the root canals are always located at the junction of the walls and the floor. دائما الاوريفيسز فتحات القنوات موجوده على الجنكشن ما بين الوالز اللي هي جدران الكافيتي مع الفلور على الجنكشن، يعني ما راح تلاقيها في النص، في نص الاريا بتروح فاتح، بتروح انت بندور في الفركيشن اريا وعامل بيرفوريشن، فلا القوانين هذه حتساعدك. Second law of orifice location, the orifices of the root canals are always located at angles in the wall floor junction. يعني هاي الوالز مع بعض وهي الفلور عند الجنكشن معاهم حنلاقي الاوريفيسز. الماكسيلري بوستيرير تيث، ماكسيلري بوستيرير تيث مش هنحكي عنهم كلهم، حناخذ بس الشكل هذا عشان نوضح كيف اللي هو الابر بريمولرز. الابر بريمولرز بالبدايه بنعمل دروب ان، ليش؟ لانه في عندنا بلب تشامبر واسع، ولو صورنا اشعه اكيد راح نشوف انه في عندنا لارج بلب تشامبر، فانت حتكون مطمئن انه لما ادخل انا جوا البلب تشامبر حاشعر الدروب ان. بعد هيك بنيجي بنعمل ريموفال للبلب هورن عشان يصير في عندنا ستريت لاين اكسس بهذا الشكل الجميل. طيب فتحنا الاكسس كافيتي وعرفنا من الناحيه النظريه اين هي اماكن الاوريفيسز، الان بدنا نعمل لوكيشن للكنالز، بدنا ندور على الاماكن تبعت الكنالز. كيف بندور عليها؟ في اللي هو الاندودونتيك اكسبلورر. الاندودونتيك اكسبلورر بدك تعمل اكسبلوريشن للكنالز في الاماكن اللي انت متوقع انك تلاقي فيها اللي هو الاوريفيسز. الوركينج لينث ديترمينيشن، وركينج لينث ديترمينيشن انا بعتبر من اعظم الاختراعات في طب الاسنان بالنسبه للاندو اللي هو الابيكس لوكيتور. الابيكس لوكيتور لانه وفر علينا الوقت، اعطانا ثقه في الشغل، قلل كميه الاشعه اللي بتعرض لها المريض وبتعرض لها الطبيب، الدقه تبعته كثير يعتمد عليها، وبالتالي انا بدي استخدم الابيكس لوكيتور. هل هيجيني واحد يسأل سؤال، إذا أنا عندي أبيكس لوكيتور ودقيق كتير بقدر أستغني عن الأشعة؟ أكيد أكيد لا، لأنه الأبيكس لوكيتور هو وظيفته يساعدك على قياس طول القناة لكن لا يساعدك على الرؤية. يعني أنت ما بتشوف في عندك إكسترا روت، ما بتشوف في عندك إكسترا كنال، ما بتشوف إذا الفايل نفسه جاي في بيرفوريشن إيريا. هذه الشغلات الأشعة اللي بتبينها، رغم انه الابيكس لوكيتور فيه ميزه طبعا بيقدر يكشف البيرفوريشن سايت، لكن الاساس انه يكون في عندنا الاشعه ويكون في عندنا الابيكس لوكيتور. طيب الوركينج لينث ديترمينيشن، لو اجينا احنا طلعنا على الصوره هاي على السن، في الصوره هاي مبين انه الفايل شورت، يعني هاي نهايه الفايل وهي نهايه الابيكس. في هاي الصوره مبين انه الفايل لونج، انه اوت اوف ذا ابيكس، هاي الفايل وهي نهايه السن، تمام. طيب شو رايكم نجيب صوره السن الحقيقيه؟ وانا بكرر مره ثانيه عشان ما حدش يزعل، الصور هاي انا ماخذها من جوجل، يعني بجوز وانا بحكي حدا يشوف الصوره يحكي هذه صورتي، انا ماخذها من جوجل، تمام. الان هذا نفس السن، نفس السن حكينا، هون مبين شورت الفايل وهون مبين لونج لما لفيناه على الناحيه الثانيه. هذا السن على الواقع على الحقيقه، شايفين وين الفايل طالع من الأبيكس لاترالي وطالع، يعني بطول لا بأس به حوالي 3 ملي طالع out of the apex، مع أنه في هاي الصورة مبين short. لذلك بدنا إحنا نعتمد الأشعة مع الأبيكس لوكيتور مع بعض للworking length determination. وهي الصورة clinically لا اكستراكتد توث او لنفس السن، مبين انه الراديوجرافيك الجتابيكا طالعه برا الابكس. لو صورنا من هاي الزاويه من هون راح يطلع انه الجتابيكا شورت، لو صورنا من هون ممكن يطلع انه الجتابيكا لونج طالعه اوت اوف ذا ابكس. الجلايد باث كرييشن، الجلايد باث انه
استخدم small size file, small size file before instrumentation with rotary files. الglايد باث انه اتاكد بسمول فايل انه انا واصل للفول وركينج لينث اوكي بدون ما يكون في عندي بلوك للكنال. عمرك بحياتك ما تيجي تعمل انسترومنتيشن وذ روتاري فايلز قبل ما تتاكد انه في عندك جلايد باث, لانه قاعده مهمه الروتاري فايلز ان لارج patent canal does not open blocked canal. بمعنى انه الروتري فايلز مهمتها توسع القنوات المفتوحه مش مهمتها تفتح قنوات مسكره. اذا الفايل اذا الكنال بلوكت, وظيفه الفايلات المانيوال اللي هي ستينلس ستيل فايل سمول فايلز هي وظيفتها تفتح الكنال. بعد ما تفتح الكنال وتصير الكنال patent, بعدين نقدر نستخدم الروتري انسترومنتس للانسترومنتيشن. الانسترومنتيشن تكنيك, التكنيكس في عندنا تكنيكس كثيره جدا. في عندنا الستاندردايز تكنيك وهذه اصبحت جزء من الماضي. الستيب باك تكنيك, هذه التكنيك اللي موجوده في كل تقريبا مدارس طب الاسنان اللي بيعلموها للطلاب. كراون داون تكنيك هي اللي بنستخدمها في اغلب الانسترومنتيشنز بالروتري حاليا. وفي عندنا البالانس فورس تكنيك, البالانس فورس تكنيك اللي بتستخدم للنارو اند كيرفد كانالز. الان نيجي نحكي على اهميه الايرجنتس. الايرجنتس مهمه جدا جدا جدا. الروت كانال تريتمنت از كولد كيمو ميكانيكال بروسيجر. كثير من الناس يعني بتعطي مجهود كبير للميكانيكال بارت اوف روت كانال تريتمنت وبتهمل الكيميكال بارت. كلمه كيمو جايه من كيميكالز اللي هي الايرجنتس, وكلمه ميكانيكال جايه من فيزيكال اللي هي الانسترومنتيشن الانسترومنتس. لكن العمليه الناجحه عباره عن كيمو ميكانيكال, مش كيميكال لحال ولا ميكانيكال لحال. اهميه الايرجنتس, why do we must use proper irrigants during root canal treatment. ليش؟ لانه اغلب الدراسات على تقريبا كل انواع الفايلات اللي موجوده في الماركت, كل انواع الفايلز لما تعمل انسترومنتيشن بيضل عندنا جزء من الانترنال سيرفيس للكنالز حوالي 35 الى 40% untouched او uninstrumented. يعني الفايل لا يلامس كل الاسطح الداخليه للكنال. طب كيف ننظفها هاي؟ عن طريق الايريجيشن والاكتيفيشن للايريجيشن. يعني لو طلعنا على شكل القنوات من جوا, نادر جدا نادر جدا انك تلاقي كنالز سيبريت عن بعض مفصوله تماما, الا ما تلاقي في عندك يعني كونكشنز داخليه اللي هي بنسميها اسمسز زي هيك. هاي مستحيل الكونكشنز يدخل فيها هارد انسترومنتس, مستحيل. يا دوب احنا بنقدر ندخل الفايل في المين كانال. طب هاي الاماكن اذا ما عملنا لها يعني بيصير يلف بشكل دائري. انا لازم اكون كطبيب اكون منتبه واعمل brushing تكنيك على الوالز, brushing techniques, ومع ذلك بضل في عندي untouched part بنسبه كبيره جدا. لذلك لازم اعتمد على الirrigation في الكلينينج للكنال. الirrigants should ideally be, يعني مواصفات الirrigants, antibacterial اهم حاجه. ما بينفع اجي اجيب distilled water واعمل irrigation فيه, او اجيب normal saline واعمل فيه. ايش تاثيره على البكتيريا؟ تقريبا nothing. من مواصفاته برضو dissolve organic and inorganic tissues, لأنه إحنا في عنا بعد هيك بعد ما نعمل instrumentation بيطلع عنا smear layer. smear layer عبارة عن جزئين, جزء منه organic وجزء inorganic. فمن مواصفات الirrigant لازم يعمل dissolving للبوث irrigant and inorganic, ولازم يعمل لي lubrication. من مواصفاته أن يكون lubricant.
طيب الافكت افكت اوف ميكانيكال انسترومنتيشن وذ نورمال سلاين از اير ريجنت، يعني في بعض الدراسات استخدموا فيها انسترومنتيشن لكن الاير ريجنت كان نورمال سلاين. النورمال سلاين عمل ريدكشن لللود اوف بكتيريا بس ما طلع عندنا ولا سن او ولا قناه بكتيريا فري، كله ظل فيه ريمننتس اوف بكتيريا. الاير ريجنتس الموست كومونلي والكينج تبع الاير ريجنتس واللي لغايه اليوم يعتبر رقم واحد في الاير ريجنتس، رغم صار منفوخ وصار يعني ملون. فانت لازم تكون عارف اهميه الصوديوم هيبوكلورايد في الاريجيشن عشان انت تكون مقتنع فيه رقم واحد، وبعدين لو المريض سالك تعرف ترد على المريض انه ليش الصوديوم هيبوكلورايد هو رقم واحد في الاريجيشن. The most ideal irrigant, it has both strong antibacterial and proteolytic activity. It has unique ability to dissolve necrotic tissues as well as the organic component of smear layer. يعني هو تقريبا الإيرجنت الوحيد اللي بيعمل ديزولفينج لل soft tissues وإفكتيف على الأورجانيك بارت أوف سمير لاير. الإنأورجانيك بارت إلها إيرجنت تاني. concentration اللي موجود في الدنتستري from 0.5 to 6% وفي دراسات تحكي 8%. فإحنا لازم نكون في السيف سايد، يعني ما نستخدم الهاي concentration بشكل كبير إذا إحنا خايفين. ممكن نستخدم يعني concentration وسط لكن نعمل له activation بالطرق اللي هنحكي عنها. كلوروهكسيدين يستخدم كإيرجنت بشكل شائع حتى فترات قريبة. strong antibacterial and antifungal irrigant ممكن يكون bactericidal أو bacteriostatic حسب concentration تبعته. does not dissolve organic tissue، هذا عيب مقارنة بالصوديوم هيبوكلورايد. most effective irrigant against E. faecalis bacteria، هذا البكتيريا commonly found in failed root canal treatments أو previously treated cases with persistent symptoms. the concentration تبع الكلوروكسيدين 2%. حديثا في دراسات عليه جديدة 2019 على الكلوروكسيدين، وانا بشكر الدكتور طاهر العمري اللي بعث لي الارتكل هاي يعني صباح اليوم عن الكلوروكسيدين، انه حاليا مش انديكيتد كثير، يعني ما له كثير ميزات زي ما كنا احنا مفكرين. هاي الكونكلوجن تبعت الارتكل، the use of chloroxidine in root canal treatment should be revisited. on the contrary the use of sodium hypochlorite for biofilm removal is highly encouraged while EDITA seems to have significant adjunctive role. وهي الكونكلوجن مكبر هون، يعني بمعنى انه احنا ممكن نستخدم الصوديوم هيبوكلورايت والإيديتا وبتؤدي المفعول مع بعض، الاثنين مع بعض ممكن يؤدوا الغرض عن الكلوروكسيدين، لانه الكلوروكسيدين له سايد افكتس ممكن نحكي عنها بعد شوي. اخر ايرجنت حنحكي عنه اللي هو الايثيلين ديامين تترا اسيتيك اسيد اللي هو الايديتا سوليوشن. احنا بنعرف انه في عندنا ايديتا جل وفي عندنا ايديتا سوليوشن. الايديتا سوليوشن اللي بنستخدمه it removes the inorganic part of smear layer، يعني بشيل inorganic part من السمير لاير، وهذا بنستخدمه كفاينل يعني بالنهايه بعد الانسترومنتيشن، لانه مع الانسترومنتيشن بصير في عندنا سمير لاير. هذا السمير لاير جوا الكنالز بتكون عامله بلوك للدنتينال تيوبيولز، والدنتينال تيوبيولز طبعا بيكون فيها بكتيريا جوا القنوات،
فالإيريجانت سوليوشن مش هيكون عنده إمكانية إنه يدخل جوا القنوات عشان يعمل يعني exert its effect against اللي هو البكتيريا. فالسمير الإيديتا بتشيل السمير لاير، وبعد هيك بنعمل آخر حاجة إيريجيشن بصوديوم هيبوكلورايت عشان يشيل الجزء عشان يشيل الإيديتا والسمير لاير ويفتح ويعمل disinfection للكنال بشكل نهائي. طبعا مهما حاولنا بكل الطرق بكل الانسترومنتيشنز بكل الايرجنس اللي موجوده في الدنيا لن نصل الى مرحله ستيريل كانالز، يعني ما بنقدر نوصل لمرحله ستيريلايزيشن اللي هو يعني ابسنس اوف سنجل بكتيريا. هذه المرحله مستحيل نوصلها. احنا كل اللي بنعمله بننزل اللود اوف بكتيريا للمينيمم اماونت اللي يكون مش قادر يعمل بري ابيكال ليجن، والبكتيريا اللي بتضل جوا الدنتينال تيوبولز او دنتينال تيوبولز بنعملها بلوك او انتومبمنت، مبدا اللي هو دفن البكتيريا من خلال الجتابيركا والسيلر، ندفنها جوا الدنتينال تيوبولز، بعد ما ينقطع عنها المدد بتموت مع الوقت. It has no little intrinsic antiseptic activity. Irrigant interaction يعني احنا بنعرف ان الصوديوم هيبوكلورايت له ميزه، له ميزه. الايديتا لها ميزه، الكلوروهكسيدين له ميزه. حيجي واحد يقول لك انا ليش اقعد اعمل انا مره صوديوم هيبوكلورايت ومره كلوروكسيدين ومره ايديتا، طب ما اجيب كاسه واخلطهم مع بعض واسحب منهم واعمل ايريجيشن. لا ما بزبط، في عندنا انتراكشنز بتصير، فينا تفاعلات ما بدنا اياها تصير لانه لها سايد افكتس. الصوديوم هيبوكلورايت والكلوروكسيدين اذا خلطناهم مع بعض مباشره بيعطينا براون بريسيبيتيت. جرب اذا عندك انت مضمضه في البيت يعني الماوث ووش اللي فيها كلوروكسيدين، طبعا هي الكونسنتريشن تبعها بقول قليل جدا لكن فيها بيكون فيها كلوروكسيدين، وجيب كلور اخلطهم مع بعض مباشره قدام عينك بصير في عندنا البريسيبيتيت هو اللي هو البراون بريسيبيتيت. البراون بريسيبيتيت اذا صار جوا الكنالز اول حاجه بيعمل ديكريز سيلينج ابيليتي اوف اوبتريشن، يعني بيعمل بيصير له بريسيبيتيشن على الدنتينال وولز فبيأثر على السيلابيليتي اوف اوبتريشن وعلى السيلر ابلكيشن. كارسينوجينيك ان راتس، البريسيبيتيت هذا كارسينوجينيك في الراتس لما فحصوه وبالتالي مش لازم نخلطهم مع بعض نهائيا. الصوديوم هايبوكلورايت مع الايديتا لو خلطناهم مع بعض الايديتا may cause deactivation of sodium hypochlorite if mixed together. طيب الايريجيشن بروتوكول كيف انا بدي استخدم الايريجيشن سوليوشنز ويكون عندي بروتوكول كويس. During instrumentation between each file use sodium hypochlorite، يعني بشكل مستمر استخدم sodium hypochlorite after each file. بعد ما توصل للفاينل instrumentation file اللي هو الماستر ابيكال فايل، when finishing shaping of the canal rinse thoroughly with EDITA solution. ليش بنعمل EDITA solution؟ لانه حكينا الانسترومنتيشن بتعمل سمير لاير برودكشن، فالEDITA بتعمل ريموفال للانورجانيك بارت تبع السمير لاير، اخر شيء بعمل فاينل رينز with sodium hypochlorite وبعدها بنشف الكنالز. الصوديوم هيبوكلورايت في له طرق لتفعيله زيادة عن اللي هو الباسيف ابليكيشن اوف صوديوم هيبوكلورايت، يعني انا بحطه جوا الكنالز وبدي استفيد من التفعيل تبعه عشان تزيد الفاعلية. يعني ممكن بدل ما استخدم انا 6% واكون ريسكي في التعامل مع الصوديوم هيبوكلورايت بستخدم 2-2.5-3% بحطه جوا الكنالز وبعمل له اكتيفيشن. كيف طرق الاكتيفيشن؟ طريقة منهم raising temperature of the irrigant اللي هو تستخدم صوديوم هيبوكلورايت اعلى من درجة حرارة الغرفة. هذا المبدأ عليه ديبيتس كثيرة والدراسات الحديثة بتحكي انه لا مش يعني الافكت في درجة حرارة الغرفة تماما زي الافكت تبعه اللي هو الهاي تمبريتشر، فلذلك لا ما يعني ما تعملوا ريزنج للتمبريتشر. الاكتيفيشن الثاني اللي هو اجيتيشن باي ماستر كون كتابيركا، يعني اذا ما عندك جهاز تعمل فيه اكتيفيشن للإيريجيشن حط الصوديوم هيبوكلورايت بالنهايه بعد ما تخلص جوا الكنالز، وبالماستر كون اعمل اجيتيشن. الاجيتيشن هو عباره عن تحريك الماستر كون جوا الكنالز، عمليه التحريك هاي بتعمل اكتيفيشن للصوديوم هيبوكلورايت. اخر طريقه وهي اكثر طرق فعاليه اللي هي اليوز سونيك اور الترا سونيك، طبعا الالترا سونيك فعال اكثر من السونيك كمان.
بس الالتراسونيك تيب اللي جوا الكنال لازم تكون passively working, passively مش actively. actively يعني انها تعمل كونتاكت مع الدنتين, بصير في عندنا ريسك انها تشيل دنتين او انها بتصير inactive لانه الدنتين بيعمل absorption للفورس اللي ناتجة عن هاي التب فبيخليها مش effective. فلازم احطه انا جوا الكنال لغاية ما يعمل touch للدنتين, بعدين اسحبه شوية بحيث انه يكون loose, بعدين ابدأ الفايبريشن. الإرريجيشن نيدلز, الإرريجيشن نيدلز بدي أحكي لكم عن أهمية الإرريجيشن نيدل من حيث الدياميتر ومن حيث اللينث الطول. هذا السن هذا الصورة تعديلية طبعا عن الحالة اللي جتني. كان في حالة تحولت لي عبارة عن أبر أو ماكسيلاري كناين, ماكسيلاري كناين. البيشنت إجت بتحكي لي دكتور أنا حولوني من عيادة بتعالج فيها اشتغلوا لي تقريبا 4 أو 5 جلسات, كل جلسة بتسكر فيها السن طبعا بدون اوكيوريشن, بتسكر انه between visits يعني, برجع السن بعد يوم يومين سيمتوماتيك وبصير سيفير بين وببدأ بدي يعمل سويلينج, فبروح بيفتحوا لي السن بخف الألم اوكي, برجعوا بعد يوم يومين بسكروا السن ونفس السيناريو متكرر لمدة تقريبا 4 مرات. بالنهاية حولوني على المستشفى عشان أعمل أبيكال سيرجري, حولوني أعمل أبيكال سيرجري. فلما رحت على المستشفى الدكاترة الله يجزيهم الخير نصحوني انه لا يا عمي سنك مش محتاج ابيكال سيرجري, لكن محتاج انه يعمل له روت كانال تريتمنت بشكل علمي صحيح. طيب اخذت منها الهيستوري, تبين او انا يعني من خلال الكلام اللي حكت لي اياه مباشرة عرفت ايش السبب, قلت لها بإذن الله بإذن الله بعد الجلسة الأولى حتختفي الأعراض تماما. قالت لي دكتور والله أنا خايفة, يعني أنا خايفة إنه يتسكر السن يرجع ينمني, فإذا أنت متأكد إنه ما راح يصير فيه ألم أو على الأقل مش راح يصير فيه ورم أتوقع على الله سكر لي. قلت لها ماشي أنا ما راح أعمل كتير زيادة عن اللي عملوه الدكاترة اللي عملوه الله يجزيهم الخير, عملوا شغل ممتاز, فتحوا أكسس كافيتي, عملوا إنسترومنتيشن وعملوا إريجيشن, لكن في خلل. الخلل مش لازم تنسوه أبدا بعد المعلومة هاي, وأكيد في ناس كتير بتعرف المعلومة اللي بتحكيها لأنها مش جديدة. الكناين كان معروف عنه إنه long tooth, long tooth يعني طويل جدا لأنه الروت تبعه طويل. إذا إحنا حكينا إنه الروت كانال تريتمنت هي كيمو ميكانيكال بروسيجر, هم كانوا يركزوا على الميكانيكال ويهملوا الكيميكال. هل ما كانواش يستخدموا إيرجنت؟ لا كانوا يستخدموا إيرجنت, بس كانوا يستخدموا شورت نيدل, شورت نيدل. هاي نيدل اللي بنشوفها احنا عندنا بتيجي اوريدي باكد مع السيرنج, بتيجي مع بعض مع السيرنج. هي نيدل عباره عن 1.5 سنتيمتر يعني حوالي 15 ملي طولها. لما انا اعمل فيها اريجيشن راح تدخل جوا الكناين 15 ملي. طب اذا كان هو طوله 26 ولا 27 ملي, اذا حيكون في عندي تقريبا ميسنج بارت حوالي 11 الى من 10 ل 11 ملي ميسنج, لانه انا لما اعمل اريجيشن الإيرجنت سوليوشن جوا الكنال راح يبعد عن التب تبعت النيدل حوالي 2-3 مليمتر بس, والأبيكال بارت حيضل without irrigation. فكان شغلهم كله instrumentation ما في irrigation. إيش الحل؟ الحل إنه أنا جبت نيدل تبعت irrigation, النيدل الطويلة أوكي, والنيدل لازم تدخل جوا الكنال على طول الworking length نقص منه 2 الى 3 ملي. يعني اذا الوركينج لينث 26 النيدل راح تدخل من 23 الى 24 ملي جوا الكنال, ولازم تكون طبعا ما تكونش انجيج للدنتين, لازم تكون لوز بحيث انك لما تعمل اريجيشن ما يصيرش فيه اكستروجن للاريجنت سوليوشن جوا الكنال. وعملت انسترومنتيشن فايل واحد تقريبا لانه اوريدي كان انسترومنتد السن تمام, كوبيس اريجيشن اوف صوديوم هايبوكلورايد, بعدين إيديتا سوليوشن, بعدين الفاينل رينس صوديوم هايبوكلورايت مرة تانية, دراينج ذا كنال and temporary restoration. وقلت لها مع السلامة بتراجعينا بعد أسبوع, إذا صار عندك ألم بتيجي بكرة بعد بكرة وقت ما تحس بألم ترجعي. إجت بعد أسبوع قالت لي دكتور يعني سحر. قلت لها والله مش سحر, علم بس, والعلم بسيط, شغلة بسيطة. يعني هل الشغلة هاي بتحتاج أخصائي يعملها؟ أكيد لا, بس تحتاج concept, لازم تكون know the fact then go to act.
الإيريجيشن نيدلز طبعاً في عنا special types of irrigation needles اللي هي long needles الجيج تبعها من 27 أو 30 وعشان السيفتي صاروا يفتحوها من الجنب مش من التب يعني هاي التب هاي مكبرة في الدائرة side vented needles في needles بتكون مفتوحة من side واحد أو two sides زي ما احنا شايفين هاي irrigant solution بيطلع من هاي الناحية ومن الناحية الثانية طيب بس نبذة مختصرة جدا عن الاندودونتيك موتورز زي ما احنا شايفين في الصورة في عنا 1 2 3 4 5 6 7 هدول طبعا اللي قدرت اجمعهم لكن في عنا قدهم 10 مرات اندودونتيك موتورز مختلفين دكتور اي اندودونتيك موتور اشتري من هدول سيمبلي بحكي لك يوم ما انت تتعلم قيادة السيارة بتروح على مكتب تعليم قيادة السيارات حيعطوك دورة في الإشارات إشارات القيادة أو إشارات المرور وبعد هيك حيعطوك البيزكس تبع قيادة السيارة ما راح يحكوا لك أي نوع من أنواع السيارة تشتري هم حيعلموك كيف تسوق السيارة لكن أي سيارة تشتري هاي بترجع إليك أنت بترجع إلى الإمكانية المادية إليك أي نوع سيارة تشتري هل السيارة بدك تشتريها إليك لنفسك ولا بدك تشتريها هدية لزوجتك في عيد ميلادها هل السيارة بدك تشتريها عشان البرستيج ولا سيارة تجارية بدك تشتغل عليها يعني هاي كل الأسباب اللي بتحدد شو نوع السيارة بدك تشتريها لكن المبادئ مبادئ قيادة السيارة واحدة لا تتغير الإشي اللي بدنا نعرفه إحنا في يوم ما بدنا نبدأ نشتغل روتري بدنا نعرف السبيد والتورك مش تبعت الجهاز تبعت الفايل تبعت الفايلات كل شركة بتصنع فايلات الأساس إنه لو مسكت الكت تبع الفايلات وقرأت اللي مكتوب عليه راح تلاقي إنه recommended speed from كذا إلى كذا recommended torque from كذا إلى كذا فهي بتحدد لك السبيد والتورك للفايلات مش للجهاز لأن الجهاز عليه تورك من 1 إلى 5 بعض الأجهزة من 1 إلى 5.5 أو أكثر السبيد ممكن تلاقي من عندك من 200 إلى 1000 أو 1200 أو 800 فأنت بدك تكون عارف نوع الفايلات اللي بدك تستخدمها شو السبيد تبعها وشو التورك تبعها وفي الغالب بيكتبوا لك رينج ما بيحكوا لك سرعة ثابتة كذا كذا فور إن هذه المعلومات اللي لازم نعرفها عن الانسترومنتيشن أو الفايلز الستبس تبعت الروت كانال تريتمنت احنا طبعا مش راح نحكي على الانسترومنتيشن تكنيك لأنه هاي محاضرة لحالها هحكي بس مقتطفات منها الستبس اول حاجه الاكسس كافيتي بعد ما نفتح اكسس كافيتي زي اللي ورجيتكم اياها بالصوره لازم يكون هيك شكلها بدنا نروح للوركينج لينث ديتيرمينيشن وعرفنا اهميه الابكس لوكيتر مع الاشعه لانه اعتماد الاشعه لحالها ممكن تؤدي الى خطا انه يكون الفايل اقل من الوركينج لينث او اطول من الوركينج لينث فالاشعه مع الابكس لوكيتر مع بعض بيعطونا قراءه ادق بعدين كورونال فليرنج بالكراون داون تكنيك اخر حاجه الابيكال انلارجمنت والاريجيشن نكون خلصنا البروسيجرز تبعت الروت كانال تريتمنت الوركينج لينث ديتيرمينيشن هي صوره الاشعه مبينه انه الفايل في هاي الصوره ممتاز جدا كلينيكلي على السن مبين انه الفايل بيوند ذا ابيكس طالع برا الابيكس الوركينج لينث ديتيرمينيشن بعد ما نعمل جلايد باث كرييشن بناخذ الوركينج لينث في ناس بتفضل انها تعمل انسترومنتيشن للكورونال بارت بالاول للكورونال بارت بالاول يعني توسع تعمل تعمل كورونال انلارجمنت بعدين تاخذ الوركينج لينث ديتيرمينيشن هاي او هاي حسب تفضيلك الشخصي او حسب خبرتك في الشغل يمكن الناس اللي بتعمل كورونال فليرنج بالاول شويه افضل للوركينج لينث ديتيرمينيشن بس زي ما قلنا بدك على الاقل على الاقل تكون داخل بفايل صغير تضمن انه الكنال بيتنت مش تروح داخل بفايل مباشره فايل روتري يروح عامل لك ليدج او يكون اوريدي الكنال كيرف يروح عامل كرييشن اوف نيو كنال يروح عامل لك كنال جديده بعد ما ندخل جوا الكنال بدنا نشيل اللي هو دنتين تريانجل عشان نعمل ستريت لاين اكسس بدل ما كان الفايل جاي بشكل مائل بده يصير جاي بشكل ستريت لاين اكسس كورونال فليرنج نوسع الكورونال بارت ونشيل الدنتين تريانجل بعد ما شلنا الدنتين تريانجل بيشيل بصير تقريبا ستريت لاين اكسس في هذا المكان اخر حاجه
الابيكال انلارجمنت continues until reaching the suitable size according to the initial canal diameter. اعتقد انه هيك وصلنا لنهايه المحاضره. وانا طبعا كانت فكرتي للدكتور احمد النحراوي انه اعطي دوره كامله، يعني 5-6 محاضرات تكون 5-6 ساعات، بس اكيد عند التنفيذ العملي على النت زي هيك ما راح تزبط، لانه حيكون فيش بريك، انا حتعب وانتم حتتعبوا وتزهقوا من المحاضره. اعتقد ان الجزء هذا كافي يعطي حقائق حتفيدك كثير في ال حتفيدنا كثير في نرفع السكسس ريت تبع الاندونتك تريتمنت تبعتنا. وان شاء الله باذن الله اذا قدرنا في مراحل قادمه انه نشرح مواضيع انتم تقترحونها، لانه انا ممكن احكي الاندو كله ما بتفرق معي، بس كان في مواضيع مهمه نحاول نركز عليها، نشرحها مسبقا. اول كومنت لفت نظري اللي هو انا بشرح بسرعه يا دكتور. انا والله نفسي استفيض تماما في الشرح، لكن زي ما حكيت لكم انا بطلب من الدكتور احمد انه يخلي المحاضره هاي مسيغه، بعد هيك بتنزلها براحتك، بتنزل المحاضره براحتك بتشوفها، وكل شويه بتعمل ستوب تمام وبتدون عندك المعلومات، لانه انا الهدف من اعطاء المحاضره هو ان تستفيدوا، الهدف ان تستفيدوا، وان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. واي خدمات احنا جاهزين. ودكتور احمد، اين انت دكتور احمد؟ بدي احاول اشوف انا اذا كان في، قبل ما يرد علي الدكتور احمد، اذا كان في اسئله. انا حتى الان مش شايف اسئله. دكتور احمد بعت لي انه انا بسمعك وانا بقراك. انا بدور على اسئله يا دكتور احمد، يبدو انه انا اللي راح اطرح اسئله. مش معقول يا جماعة، هو يا إنه فاهمين 100% يا مش فاهمين 100%. طيب انا بدي اياكم تقترحوا على الدكتور احمد، تواصلوا معاه يعني او على موقع الاكاديميه، على مواضيع بحبين نحكي فيها بحيث انه نعطيها في يعني في اوقات قادمه، في اوقات قادمه. طيب السؤال اللي شفته، السؤال الوحيد اللي شفته اللي هو شو علاج التريت، عفوا الليدج يا دكتور، الليدج. الليدج اول حاجه شو تعريف الليدج؟ يعني بمعنى انه واحنا بنعمل انسترومنتيشن، واحنا بنعمل انسترومنتيشن بالفايلز صار خروج عن مسار الكنل، اللومن اوف ذا كنل اللي هو مجرى القناه الاساسي، الفايل خرج عنها فعمل زي ستيب، زي درجه هيك في الدنتين، والكنل نفسها صارها بلوك بالدبريز اللي ناتج عن الانسترومنتيشن. كيف بدنا نعمل احنا تريتمنت للج؟ التريتمنت للج اول حاجه بدنا نبعد عن اللي هي السوبر الاستيك فايلز، اللي هي النيكل تيتانيوم فايلز، بدنا نروح ل
الستانلس ستيل فايلز. والستانلس ستيل انا بحكي على المانيوال فايلز الصغيره، هي فايل 10 بدايه، بنعمل بري بند او بري كيرف للفايل. طبعا انا هحكي كلام وحاولوا تتخيلوا معايا، حاولوا تتخيلوا معايا ايش الكلام اللي بحكيه، لانه معيش فايلات اللي اشرح عليها. الان الفايل نفسه الستانلس ستيل او اي فايل، اي مانيوال فايل، في ستوبر اللي هو الرابر ستوبر. الرابر ستوبر لو اطلعنا عليها كل الشركات بتعمل على الرابر ستوبر في علامة معينة. العلامة هاي قد تكون نقطة سوداء، قد تكون قطع بشكل كونكيف شيب، أو بتكون سهم طالع من الدائرة اللي هي الرابر ستوبر. هاي الهدف منها، الهدف منها علامة انه لما بدي اجي اعمل بري كيرف او بري بند للفايل، للتب تبع الفايل، بدي يكون اتجاهها مباشره جاي مع اتجاه العلامه اللي على الستوبر. ايش الهدف من اني اعمل الكيرف؟ ايش الهدف اني لما بدي اعمل بري الكيرف يكون الكيرف هذا اتجاهه نفس اتجاه العلامه؟ لانه لما اجي ادخل، انا ادخل الفايل جوا الكنال مش حعرف اتجاه الفايل وين راح، لانه السن مش ترانسلوسنت، انا مش شايف وين. فانا بدخل الكيرف فايل جوا الكنال وبكون بتطلع على العلامه الخارجيه اللي هي على الاستبر. ايش الهدف من هاي العمليه؟ انه انا بدي احاول اعمل بري كيرف للفايل بحيث انه يعمل باي باسنج للليدج، بدل ما يضرب في الليدج اللي جوا الكنال انه يرجع للمين باث اوف ذا كنال، المين باث اوف ذا كنال. هذه العمليه بدها كتير عدد من الفايلات، بدها كتير صبر، وبدها تخيل. يعني وانت داخل جوا الكنال بدك تكون متخيل ل 3 dimension of the canal، وتعرف وين توجه الكيرفد فايل اللي انت حطيته. طبعا ليش استخدمنا احنا ستانلس ستيل فايل؟ لان لما اعمل له كيرف بضل محافظ على الكيرفيتشر اللي عملته، مش سوبر الاستيك. لو استخدمت انا نيكل تيتانيوم فايلز، النيكل تيتانيوم فايل ما بقدر اعمل له كيرفينج، بمجرد ما اتنيه اسيبه بيرجع ستريت مره ثانيه. الان زمان كنا نتغلب في كنا نقدر نعمل باي باسنج للليدج اللي هي المانيوال فايلز، لكن لما نيجي نكمل انسترومنتيشن بالروتري فايلز كان زمان بس عندنا نيكل تيتانيوم فايلز اللي هي سوبر الاستيك فايلز، فما كنا نقدر نعمل بري كيرف للروتري انسترومنتس. الان في عندنا حاليا اللي هي الفايلز الروتري فايلز اللي بنقدر نعمل كنترول على الميموري تبعتها، بنسميها كنترولد ميموري فايلز. ايش يعني كنترولد ميموري؟ يعني احنا بنتحكم في الميموري تبعتها. الفايلز اللي سوبر الاستيك تبعت زمان كانوا يسموها شيب ميموري، يعني هي حافظه الشكل تبعها. لو حاولت انت تغير تعمل كيرف وتغير شكلها بس تتركها بترجع مباشره ستريت زي ما كانت. الان حاليا في عندنا في عندنا اللي هي الكنترولد ميموري فايلز، حتى في الروتري بنقدر نعملها بري كيرف. بندخل الفايل جوا الكنال، طبعا بعد ما نعمل باي باس بالمانيوال فايلز، اوكي، وصرنا عارفين اتجاه الليدج وين كانت وكيف بنقدر نعملها باي باس، بنعمل بري كيرف بالروتري فايلز، بس راح ندخله جوا القناه قبل ما نشغل، قبل ما نعمل له روتيشن، قبل ما نشغله بندخله جوا القناه وبنخليه يعمل باي باس للكنال، وبعدين بنعمل بوش للبوتن تبعت الروتري هاند بيس، بيصير يعمل روتيشن وبصير انا اعمل برشنج تكنيك ان اند اوت، بتروح الليدج تماما وبرجع الكنال بيتنت. دكتور كيف وين راحت؟ لا 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 راح السؤال. دكتور كيف نقدر نعمل نسيطر على الالم لما افتح اكسس كافيتي؟ اول حاجه قبل ما افتح الاكسس كافيتي لازم يكون في عندي كنترول على البين. اذا عملت اعطيت لوكال انستيزيا وبعدين اعطيت سبلمنتري لوكال انستيزيا ومش قادر اعمل كنترول على البين، بدنا نحاول بالطريقه اللي اليوم انا اليوم قبل ما اعطي المحاضره شفت الدكتور عصام زعتر او بيعمل زي ديمو بسيطه عن اللي هو الانترابالبال انجكشن، انترابالبال انجكشن اللي بسميها كوهين اعتقد حكى انه يسميها الطريقه البربريه. الطريقه البربريه هذه انه يعني انت في عندك شويه عنف في التكنيك، بمعنى انه انا بدي اعطيه لوكال انستيزيا
واخليه شويه يتحملني في الالم، بدي استخدم very small round pair وامشي فيه بشكل سريع وبشكل ستريت باتجاه الاقرب نقطه للبالب تشامبر اللي هي البالب هورن، واعمل اكسبوجر، وبعد هيك اعطي انترابالبال. والانترابالبال انجكشن لازم تكون اندر بريشر، لازم تكون اندر بريشر، اذا ما كانتش اندر بريشر بتكون مش افكتيف. بس الانترابالبال انستيزيا اللي ديوريشن تبعتها very short 10 minutes، خلال ال 10 minutes لازم اكون عملت كومبليت بالب اكستربيشن. والله انا بصراحه بالنسبه في سؤال من دكتور ماهر العوض بيحكي هل تستخدم كلوروهكسيدين ام لا. انا حتى فتره قريبه جدا كنت بستخدم الصوديوم الكلوروهكسيدين، بستخدمه في حالات الريتريتمنت فقط، في حالات الريتريتمنت فقط. لكن بعد ما قرات المقال تبع اليوم، وهو طبعا مش كثير جديد، هو من 2019، احنا حاليا في 2020، بيحكي انه مش كثير افكتيف، وممكن نستخدم الصوديوم هايبوكلورايت بتركيز اكثر شويه مع الايديت سوليوشن كافي انه يعمل ريموفال للبايو فيلمز. احنا الهدف من شغلنا في الكليننج البايو فيلمز هي اللي بتغلبنا، مش البلانكتونيك بكتيريا. البكتيريا لما تكون لحالها هيك بيكون ازالتها سهل جدا، لكن لما تعمل بايو فيلمز، تعمل مستعمرات وتتحد مع بعضها، هنا بتصير الصعوبة في إزالة البكتيريا. دكتور، كيف ممكن نحكم على أي سن غير صالح لمعالجة العصب؟ غير صالح لمعالجة العصب، ثواني بس أشوف من الذي سأل السؤال. أماني، دكتور أماني البراء، كيف ممكن نحكم على السن غير صالح للمعالجة العصب؟ هناك عدة عوامل صراحة، مش عامل واحد، هناك عدة عوامل تحكم على السن، اللي هي على الريستورابيليتي اوف ذا توث. الريستورابيليتي اوف ذا توث، اول حاجة من ضمنهم الريمينينج توث ستراكشر. ريمينينج توث ستراكشر، قديش ضايل عندي من السن بعد ما نشيل الكيرز، تمام؟ الكراون روت ريشيو، الكراون روت ريشيو يعني حجم الكراون اللي ضايل مقارنة بالروت. إذا very short root وصارت النسبة 1:1، أو الروت بدي يصير أطول من الكراون الموجود، هذا بيصير non-restorable. الديفيكولتي لل أو العفوا اللي هو التوث position، توث position، كيف التوث position ممكن تكون عامل مؤثر؟ سن lower eight، lower eight شو بدي فيه؟ يعني إذا كان السن مش functional في هذا المكان، شو بدي فيه؟ هذا من عوامل الحكم على restorability. The difficulty of the case، difficulty الشغل نفسها، هل السن، طبعا السن إذا كان difficult علي أنا وغيري بيقدر يشتغله، ما بقدر أقول هذا مش restorable، لا، بقول هذا خارج نطاق إمكانياتي أنا، بحوله للي يقدر يشتغله. إيش كمان ممكن عوامل تحكم على أهمية السن؟ إذا كان المريض داخل مثلاً على orthodontic treatment والسن اللي عندي مشكلة فيه هو upper four، وأنا طلعت روحي أنا وبشتغل فيه، والمريض وفي الآخر طلع من ضمن orthodontic treatment plan إنه بدي يصير extraction هذا السن، إذا ليش أشتغله أصلاً؟ فبدي يكون في عندي نظرة شمولية على السن. كيف نقدر نخرج فايل مكسور؟ والله دكتورة أماني إذا أنت تقدر تطلعيه احكي لي. عملية إزالة الفايل المكسور طبعاً هي هدف سامي، وياريت كل فايل بنكسر بنقدر نشيله، تمام؟ لكن مش هي الأساس، يعني مش هو الأساس إنه نقدر نشيل الفايل المكسور. وجود فايل جوا الكنال في حد ذاته لا يقلل من البروغنوسيس تبعت السن، بس بشرط إني أقدر أنا أتجاوز الفايل المكسور وأوصل الابيكال كونستريكشن واعمل كومبليت كليننج اند شيبينج ل الكنب. يعني انا ممكن في ناس بتحط في بالها انه هذا الفايل انكسر بدي اشيله، بدي اشيله يعني بدي اشيله، وفي النهايه بنوصل بفايل شلناه بس عملنا بيرفوريشن، يعني زي ما دكتور احمد اخواننا المصريين بيقولوا العمليه نجحت بس مات المريض. احنا لا، مش عشان نشيل الفايل بدنا ندمر السن، لا. طب ايش في اوبشنز للتريتمنت تبعت البروكن انسترومنت؟ اول حاجه
تعمل ايفالويشن انه بقدر اشيله ولا بشيلوش. اذا بدي اشيله هل انا عندي التولز الكافيه؟ هل عندي ماجنيفيكيشن؟ هل عندي التراسونيك اندودونتيك التراسونيك تيبس في حال انها كانت انديكيتد اصلا؟ لانه في بعض الحالات اللي بيصير فيها فراكشر ممنوع استخدم فيها التراسونيك تيبس لانه بتكون ريسكي. طيب ايش الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني انه اعمل له باي باس، وهي الطريقه اللي مور سيف، وهذه طريقه الباي باس اللي جاوبناها قبل شويه هي الطريقه الاسلم، لكن طبعا بدها صبر كثير وبدها فايلات كثير. يعني بدك علب الفايلات اللي هي 8 و10 و10 بالذات، بدك يكون عندك علب فايلات، مش يكون عندك فايل واحد زي الطالب اللي جاي عشان يوقع بس انه والله جايب الفايلات او جايب الانسترومنت، يكون معاه فايل واحد. طب ما هو فايل 10 بمجرد ما يلامس الكلام من جوا التب تبعته انتنت او انطعجت، خلاص بطل يوز، بدنا نرميه ونجيبه، فما بالك لما يكون في عندنا ليج. طيب طريقة شروق الشروق دكتور، شلون طريقة نشيل الشولدر بالأسنان الأمامية؟ الشولدر بيكون هو لينجيوال، شولدر اسمه لينجيوال، فبدي أكون حاط في بالي إنه الشولدر موجود في اللينجيوال مش في البكر. طريقة إزالته ممكن أزيله أشيله بالجيت سيجلدن، أو لو كنت أنا بستخدم روتري إنسترومنتس بالروتري إنسترومنتس اللي هو الفايل الأولاني الشورت فايل اللي بيعمل أوريفيس شيب. إزاي نتأكد من الworking length from apex locator accurate؟ طبعاً الapex locator الapex locator خاصة الأنواع اللي هي معتمدة، الأنواع المشهورة والشركات اللي بتحترم حالها عليها دراسات كثير، وإنه نسبة accuracy في الapex locator تقارب 100%، يعني حوالي 98-99%. الآن أنا في عندي طريقة اللي هو مقارنة الworking length اللي موجود على الابكس لوكيتور مع الأشعة. أنا في عندي مثلاً 3 كانالز، بدي أعطيك بالأمثلة. على سبيل المثال أنا بشتغل upper 6. طبعاً بمجرد ما أفتح أكسس كافيتي بلاقي بسرعة اللي هو المين كانالز، 3 كانالز، ميزوبكال، ديستوبكال and palatal. لو جيت أنا بقيس بالأبكس لوكيتور وعطاني إنه الميزوبكال طولها 20، الديستوبكال طولها 20، البلاتال كانال طولها 21، الفرق بينهم 1 مليمتر لصالح البلاتال كانال اللي أنا أوريدي بعرف من الثيوري إنه أطول من البكال كانال، إذن الأطوال معقولة. تمام؟ لما أجي أحط الفايلز أو أحط الجتابيركا وأصور أشعة على الأشعة الأطوال ممتازة، هيك أنا صرت مطمئن، هيك صرت مطمئن إنه القراءة دقيقة. لكن لو اجيت لقيت انه الميزو بكر الكنال 20، الديستو بكر الكنال 16 او 15، يعني الفرق بينهم حوالي 5 ملي، بينما انا بتطلع على صوره الاشعه ملاحظ انه التو روتس تقريبا نفس الطول او قريبين من بعض. انا بحكي على صوره الاشعه اللي ما فيها لا فايل ولا جتابيت، هيك صوره الاشعه البري اوب مبينين كثير قريبين من بعض. وعلى الأبكس لوكيتور في فرق كبير بالطول، إذا بدي أعرف إنه في مشكلة بالطول، يا إما في عندي بيرفوريشن، عندي بلوك في الكنال، عندي الفايل لما بدخل جوا الكنال بلامس ميتال مثلا أمالجم ريستوريشن، أو أنا داخل ثرو كراون ميتال ريستوريشن، إذا بدي يكون في عندي خلل. هاي الأشياء اللي بتخليني أشك في دقة قراءة الأبكس لوكيتور. أما إذا كانت الأطوال منطقية بالمنطق والأشعة بتأكد لي هذا الكلام، إذا نحن أمام حالة حقيقية. دكتورة ريم رمضان، فنانة أطباء الأسنان في غزة في الرسم وفي إزالة الفراكتشر لونتيولا فروم تيه، بتطلب إنه treatment of C-shaped canals زائد ترودونتزم تايبس. حاضر إن شاء الله. متى أعمل عصب أو أحتاج أعمل أبيسكتومي أو باللفظ الأمريكي أبيكوكتومي؟ متى أحتاج أعمل علاج عصب؟
متى؟ صحيح متى؟ تابع دكتور محمد حمو وراح تعرف. ابعد عن عزيز الجراح نهائيا. طبعا والله انا من اشد المؤيدين للدكتور محمد حمو، رغم انه في بعض احيانا في انتقادات، لكن الكونسبت يا جماعه، المحاضره عنوانها Know the fact then go to act. اذا انا في عندي سن، اذا انا في عندي سن والسن هذا عن عمل endodontic treatment، وبعد فتره لاحظنا انه في failure، تمام، وليس هناك اي مانع من الموانع اني اعمل retreatment اللي هي non surgical retreatment، ليش ما اعمل non surgical retreatment؟ حتى الدراسات اللي بتروح للسيرجيكال بارت اللي بتأيد السيرجري بتحكي لك اعمل non surgical retreatment بالاول، بعدين اترك السن مسافه يعني فتره للفولو اب، بعدين اعمل سيرجيكال تريتمنت، يعني لا تروح للسيرجري مباشره. ليش؟ لانه في عندنا احنا البري ابيكال ليجن. البري ابيكال ليجن شو سببها او شو انواع، شو سببها؟ لا، السبب الاساسي، السبب الاساسي انه في عندنا انترا كانال بيرسيستنت انترا كانال انفكشن، يعني مصدر الانفكشن اللي عامل البري ابيكال ليجن موجود جوا الكنال. فليش انت تروح لسيرجري طالما انك بتعمل تقدر تعمل اكسس كافيتي وتعمل ريموفال للاوبتوريشن ماتيريال